الذيبه الذيبه وجن وجن القادم القادمه وجن ولا الذيبه وين دخلت في الاشواط كيف جيت والله الذيبه يا بدري كاس وشلته كاس الذهب كاس سيدي سمو ولي عهد دبي عنوه وصلتك للرمز نعم عنوه وصلتك للرمز ايدات السنامين نعم تهانينا من الاعماق للسيد سالم بن محمد بن الذويب العامري على فوز الابجر ببندقيه الجعادين هذه فرحة الناموس اللي عودناكم عليه هي فرحة وهو عهد قطعناه مع أهل الهجن الطيبين اللي يفرحون ويتنومسون وأيامنا كلها فرحة وناسة وفرحة شوف شوف عيش روح معهم روح روح أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا متابعينا عبر شاشة دبي ريسينج تحية خاصة لأهل الهجن الكرام في الإمارات والمملكة العربية السعودية مملكة البحرين سلطنة عمان والكويت نرحب بكم من دانة الدنيا دبي وتحديدا من تحفة ميادين السباق بالمرموم حيث العيد التراثي الكبير الذي يقام هنا داخل الميدان الذكي مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي شيخ الأصالة والتراث المكرمة الجديدة والفريدة لفزاع التراث والمهداة إلى كل أهل الهجن والركض في الإمارات ودول الخليج أهلا بكم وجد الذيبه الذيبه وجد وجد ببندقية الجعادين كل من جاء إلى عاصمة ميادين السباق اليوم بالمرموم شعر بحق وكأننا في عيد وكرنفال بهيج الكل سعيد وفرحان بهذا التلاقي بهذا التجمع الذي يعتبر في حد ذاته ناموس الجميع أعداد الحلال المشاركة في سن الحجائج اليوم الثاني لأبناء القبائل الكرام يعكس
مدى أهمية ومكانة هذا السباق الذي يحمل الاسم الغالي والعزيز على القلوب. أجواء تنافسية شريفة تؤكد أن الميدان الذكي بما لديه من إمكانيات واللجنة المنظمة لهذا المهرجان يوفران كل شيء في أجواء من الشفافية والاحترافية. برنامج أهل الهجن مشاهدينا والذي سيطل عليكم يوميا طوال فعاليات هذا العيد التراثي الجميل رصد لكم كل تفاصيل هذا اليوم الرائع والمثير. لكن قبل أن نبدأ رحلتنا معكم هذا المساء اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي المتواجدين معي هنا في الاستوديو وهم شركاء وزملاء وليسوا بالضيوف. أبدأ بصاحب حق الفيتو والذي كما ذكرته في البداية يحق له في التحليل ما لا يحق لغيره سهيل بطي بن غراب. حياك الله يا أبو سلطان. أنا مسي عليك وعلى أخوان الحاضرين والمشاهدين والمتابعين وقل لهم أسعد الله مساءكم بكل خير. مساك يا أبو سلطان. أحمد بن محمد بن عضيلي حياك الله. الله يحييك يا أبو سلطان. مرحبا بك وبأخواني المحللين والمشاهدين. واليوم ينضم إلينا ضيف جديد من المملكة العربية السعودية ورحب به وباسم جميع زملائي في الاستوديو وبالمشاهدين الكرام ينضم إلينا محمد بن فيصل بن شريم المري. حياك الله يا أبو فيصل. يا هيثم أمسي عليك وعلى الحاضرين وعلى متابعين دبي ريسنج بالخير. حياك الله. ونقول لك ناموس الذيبة اليوم بما أن السلامات ذهبت إلى المملكة العربية السعودية وذهبت إلى تبوك. تستاهل خير وهذه لذة الركض يعني توزع الركض من راح عندها للسعودية ومن راح عندها للإمارات. هذه البداية أقول. نعم وهذه البداية ويا ويلكم اللي جاي. لا والجاي بعد إن شاء الله يكون أقوى. أشكرك سالم بن سعيد بن حضيرم المبتسم دائما والفرح دائما والسعيد دائما. حياك الله. الحمد لله. أمسي عليك ومسي على أخواني المحللين والمشاهدين الأعزاء اللي يتابعونا عبر قناة دبي ريسنج. نقول لهم مساء الخير وهذه الابتسامة معلمنا إياها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد الرائد المكتوم ولي عهد إمارة دبي يقول ابتسموا ونحن دوم مبتسمين. والدليل حتى عقالك ما ابتسموا يعني. والله عقالي ما طالعت عقالي الحين برتبه. نعم. حمد بطيل غفلي حياك الله يا أبو بطيل. الله يحييك يا أبو سلطان. مسي عليك وعلى أخوان الحاضرين وكذلك على المشاهدين الكرام. دخلنا في الجد ويا حمد من شفتوه متصفر خلاص يعني خذوا تحليل الحين رابطة حزمان. إيه البارحة شوي رسمي اليوم لا خلاص. دكتور سعيد بالشرقي حياك الله. مساء الخير دبي ريسنج. ما في حيلة الدكتور لأني أنا شوفوا قالي اللقب البارحة ما عجبني غيره فلتيت شوية. لا ما رمت أنه هو دكتور غالي ما يبقى الغاب زيادة. صح هو دكتور. دكتور الآن مشاهدينا استعدوا كما ذكر حمد الغفلي للانطلاق واربطوا الأحزمة. سننطلق في أعماق أكواك كامل لتفاصيل اليوم الثاني من مهرجان فزاع الأصالة والتراث. هذا اليوم الذي شهد توزيع الرموز الأربعة الأولى من أصل 28 كانت في سن الحجائج الجماعة في الشوطين المفتوحين وشوطي الإنتاج يا أبو سلطان. وبالطبع سوف تحمل هذه الرموز التي كانت عبارة عن كاسين وبندقيتين تحملان اسم راعي وداعم هذا المهرجان صفة الرموز التاريخية كونها النسخة الأولى والرمز الأول الذي سيدخل بصاحبه تاريخ الركض من أوسع الأبواب. ماذا حدث اليوم في المرموم ومن رقص مع الصغار في سن الحجائج؟ نتابعه في سياق هذا التقرير. حقا المرموم اليوم في عيد، الكل من أهل الركض مبسوط فرحان وسعيد. الحياة والحيوية والحماس تعود إلى تحفة الميادين من جديد مع هذا المهرجان الفريد والذي يقام لأول مرة ويأتي كمكرمة من فزاع الأصالة والتراث سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الذي يعشق رياضة الآباء والأجداد ويدعمها هي وكل من يمارسها بالشور والجوائز والتسعيرات والمشتريات. اليوم هو الثاني في هذا المهرجان الذي يحمل الاسم الغالي والعزيز
وهو الأول الذي سيشهد توزيع أول رموز والتي ستدخل بصاحبها من بوابة التاريخ. الفترة المسائية هذا اليوم سوف تشهد الصراع الساخن والمثير على 4 رموز في سن الحجايج لأبناء القبائل الكرام في الشوطين المفتوحين للبكار والجعدان ومثلهما في شوطي الإنتاج والمنتجين. الأعداد المشاركة من الحلال في سن الصغار تبشر بكل خير وتؤكد أن عالم الركض الساحر في تطور وازدهار. الفرحة تزداد والابتسامة تعلو الوجوه مع وصول راعي هذا العرس التراثي الجميل إلى الميدان الذكي لمشاركة إخوانه من أهل الهجن هذا العيد السعيد. اليوم راح نبدأ مع الرموز. اليوم الرمز التاريخي، من يحقق الرمز التاريخي يا رفاق على مستوى الحجايج؟ عندنا 4 رموز، رمزين في الانتاج ورمزين في المفتوح للقعدان والابكار. كل عام وانتم بخير يا شرطة، كل عام وانتم بخير يا لجنة، كل عام وانتم بخير يا ملاك ويا مضمرين ويا عاملين في هذا المجال الطيب. المبروك في هذه الأثناء في المرموم. مهرجان وسمو ولي العهد شاير الفخر يا دبي دوم تحتوي به، من ينوب عمان لين ربوع حايل دعوته عمت وخبره ينثني به. أنت فزاع العرب راعي مايل، المكارم منك والله بغريبه، كف يدك مثل همال المخايل عقب يود الأرض مخضر وخصيبه. وانته برايك مجدي كل عايل ولي من أعواق شكا أنته طبيبه، شيخ شيم وطيب وأخلاق ومرايل غدوة كل الخلايق تغتديبه. سلامتك. الشيوخ ووجود المهرجانات هذه اللي يسوونهم كلها الحمد لله، العرب مستانس ومبسوطين. احمد يابر عنده شيء معاك، انتوا عندكم كومباني زين. والله احمد يابر موجود له شيء بس مو بالحين، بكرته شوي مرضت مو بوكي. لا والله مرضت، ضربت تحمى واخرنا. بت بن سالمين، شعار بن سالمين من اقوى الشعارات اليوم. ان شاء الله ان شاء الله يا هيثم، ان شاء الله نتمنى التوفيق او شيء. والله الحمد لله بن سالمين يترشح ويكون رقم صعب ان شاء الله في الشوط اللي كان، والله هذا قسمه نصيب ان شاء الله. تعرف انت اليوم مرتبش وايد. والله ما شرب شيء. لا مرتبش حتى نسيت تحلق يا ريال. ما لا ما تحلق ما تحلق وتتفائل كذي يعني. تفائل اعتقاداته ما شيء، اعتقاد كله توفيق عند الله. بتطلع من الفتحه اليوم؟ والله نقول ان شاء الله ان شاء الله، انا ما نحتاج طلعة فتحة، نسبق بدون طلعة فتحة ان شاء الله. شو عندكم اليوم في الشوط؟ شوط عندنا في شوط صادف وصاب. فات حراك في الرمز يا روح، حراك في الرمز يا روح. انا ولد عمي في الرمز. جاهزين للركب ان شاء الله؟ جاهزين. نعم اني جاهزين. عالم فرحان اليوم، مستانس الركب، فرحانين العال، العرب مستانس اليوم. ها اليوم اول يوم الرموز، اليوم الرموز التاريخيه اليوم. اي والله. نعم والله الحمد لله، يا الله الفرحه اللي يشريها، كل الناس فرحانه ويا الله يوفقك ان شاء الله الجميع. معاريس ما شاء الله، معاريس ما شاء الله، كل واحد يقول الزود عندي ما شاء الله. شو هالحلاوة، شو هالأناقة، شو هالترتيب. هذه اللجنة طال عمرك يعطيكم العافية، انتم الناس اللي تحضرون الركض وتشيكون على كل الأسماء والشرايح والمطايا، صح ولا لا؟ نعم انه صح، كلامك صح. الله يطول عمرك. خلنا من اللجنة حين، لكن اليوم فرحة يا اخواني، فرحة. استوانا مركاض جديد بعد غير مركاض المرموم، استوى ختام جديد بالمرموم. الله يا رب يطول عمر الشيوخ ان شاء الله، الله يطول عمرهم. ما عندك كاس اليوم؟ ورف جكن اي كاس وين؟ كاس المفتوح ان شاء الله. ورا متاخر. لا الشوط الاول غالي. كار يوم تنسى بر الوالدين عند 600 بيعطمه هذا. يوم تنسى المالي والبنون عند 800 تعال المالي والبنون. الحين حضرها الحين. الشوط الاول. بعزة الله بتكون قصب اليوم السبت. بقوة الله. بقوة الله. شخصية محمد وزايد ومكتوب. خذن وهايب. لا شراهن ولا باع. هذه في 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 حمدان، لأن هو لم 3 شخصيات في شخصية صراحة يعني. وكلمة الحق تقال، وأنا إن شاء الله إني قايلها حق، ولا لي فيها هدف لغير الفعل اللي أنا أشوفه
أن فيه من زايد ومحمد ومكتوب كل الأخصال يمعها حمدان عسى الله يحفظه ويخليه لنا. اي بشوف غصاب غصاب مرشح. لا مطر بن قويس مو مرشح، ما رشح وامس ما يابو. اوه بغيث سلام عليك. حالك طيبين والله. قول الصدق انت لا تزعل مني. لا ما فيها شيء. اي والله ما عندي شيء اصلا في شوط الرموز. لا عندي. لا والله الا انقصاره عن الرموز. لا بس عندك شيء ما متودع ولا مستودع ولا لا انا ما تخلق. عندي حلال ان شاء الله من عقب شواط الرموز ونحل علينا تسعيره الله يطول عمار الشيوخ. نحن عندنا تسعيره الشيخ محمد بن زايد اللي عندنا هناك. يلا يلا نغطي على اشواطنا اللي يحطونها لنا ولا الركض تم صعب هيثم اذا ما كان عندك دعم ما تقدر تسبق ما توصل. هذا الشركه الليله ان شاء الله مرش عيالي الحين في الشوط ذي هزاع ومنصور وحمد وعيلان. سلام. قالوا من رهيب يشوفهم عاد اذا شفته مختل وان شاء الله هني سوي بك بتكوش على الشوط اليوم كله. لا 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 يا الله نحصلنا ان شوط نعمه اقصى الكلام. والله ان شاء الله بالتوافق عند الله اتمنى التوفيق للجميع ومشتركين في الشوط الاول ان شاء الله اذا الله خير. اذا اعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم شارة الانطلاق وانطلاق اول اشواط الرموز التاريخيه في المرموم. على بركة الله ووسط حضور رسمي رفيع وجماهيري غفير ينطلق أول أشواط الرموز للحجاج لبكار المفتوح أهم وأقوى الأشواط وفيه تجر ندى لمبارك الجابري الشوط حتى منتصف المسافة البالغة 4 كيلومترات لينقض عليها القادمون من الخلف ويختلط الحابل بالنابل ويشتد الصراع على الرمز التاريخي وكأس فزاع وتنجح وجن لبن عميرة بشعارها الأصفر في خطف الصدارة والتقدم نحو المجد والناموس. لكن ذيبة 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 الحويطي القادمة من المملكة العربية السعودية تتلقى التعليمات وتنطلق كالفراشة لتطير فوق أرض المركاض وتخطف الرمز التاريخي في مشهد لا يتكرر كثيرا وبفارق جزء من الثانية عن وجن. مشهد تطلب التدخل بتقنية الفوتو فينش لتحديد البكرة الفائزة بأول رموز هذا المهرجان. إنها الذيبة التي أهدت المجد إلى مالكها السعيد نايف بن عودة العبواني. وسلام سعودي سلام. ألم نقل لكم أن أبناء المملكة دخلوا إلى هذا العالم بكل قوة وحماس لتشتعل المنافسة مع القادم الجديد. زاخر 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 زاخرة بكل تحدي وجن 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 مع اللحظة وهناك هناك الذيبة الذيبة وجن الذيبة الذيبة وجن وجن القادم القادمة وجن ولا الذيبة نقول نشوف خط النهاية. بندري من أين أتيت في أول الأشواط؟ وين دخلت في الأشواط؟ كيف ييت؟ والله الذيبة يا بتني الذيبة أقول لك يا بتني علمني عن الذيبة وأدائها في الشوط. هي وداعة أساساً ها؟ هي نعم الواحد من الأخوان وذيبة ما شاء الله بكرة السبوق وعندها عدة سبقات ما شاء الله والحمد لله على كل حال. آخر اشتراك للذيبة متى كان؟ والله أمس في السعودية ركضت في الكاس في الرمز وسبحان الله أول ما دبرت البكرة دارم في وجهها حلال ودعمنها وتأخرت البكرة ولحقت على الخط وهي ترابع في الكاس ما شاء الله. هي نعم وهلتوها حق اليوم. اي نعم احنا ركضت باسم منو اليوم؟ هي باسم نايف عوده الحويطي. من السعوديه. اي نعم من تبوك. من تبوك الورد. اي نعم من تبوك الورد. في كومباني بينكم بين تبوك. والله في شراكه طيبه. والله الحمد لله على كل حال تبوك تورد حلال طيب ما شاء الله حشاوي سبق والحمد لله على كل شيء. اعطني سلاله بس سلاله. والله تنحدر من سلاله ولد عز الجيش بعير بالرويشد الجهني وامها ناقه طيبه اخوانها سبق بعد بايعينهم قبل الذيبه. في شوط القعدان المفتوح حيث البندقية في انتظار صاحب الناموس لم يختلف الأمر كثيرا عما رأيناه في شوط الحجاج الأبكار حيث الصراع
كان على شده بين عاني والحذر والوسم ليأتيهم الأبجر من الخلف ويترك مربعه للريح ويخرج ما لديه من مخزون كبير في الكيلو الأخير ليتخطى كل منافسيه ويتقدم بثبات نحو خط النهاية ويصله قبل الجميع مهديا الفوز والرمز التاريخي لمالكه سالم بن ذويب العامري. سلام بوتا سلام سلام بو سمرة سلام سلام عيناوي سلام مدينة الجمال أسعد الله مساكم يا للطوية تهانينا من الأعماق للسيد سالم بن محمد بن الذويب العامري على فوز الأبجر ببندقية الجعادين المفتوح البندقية إلى أهالي العين مع الأبجر. شو سويت شو سويت ولا طعمك هذا شو هذا توفيق الحمد لله من الله الحمد لله انا عام هذا الرمز تاريخي يا اخواني تاريخ الرمز اللهم لك الحمد توفيق من الله الحمد لله هذا رئيس الدوله والوالد ومثل ما وعدكم في ابو سامره احنا بي رمز يا رمز وسلام يا ابو سامره سلام وسلام يا علي برويشد من انتاجه ما شاء الله من عنده يستاهل يستاهل ابو محمد شو شعورك الحين والله طعمك الشعور طيب ونهدي طعمرك السبت هذا محمد بن موت العامري الوالد وللوالده وللاخوان كلهم محبين الشعار هذا يستاهلون نعم شوط كان قوي ها والله شوط قوي والقعود طعمرك عندك قعدان سبق وقعود مرشح والحمد لله الله وفقه وتيمل الله شو هالابجر هذا وين جبت الابجر هذا وين حضرته هذا طعمك سابق هني في ميدان دستور ومسمينا طعمك الابجر على خيل عنتر بشده ايصل الخيول هذا جاء الدور على شوطي الانتاج ورمز الانتاج له طعم مختلف وفيه شوط الابكار يشهد أول كيلومترين عملية شد وجذب للسيطرة على الصدارة لتنحصر بعدها المنافسة بين قزوين بن عميرة وشامخة بن مرخان ويشتد بينهما الصراع في المقدمة لتستغل عنوة الأمر وتتقدم بعد أن جاءتها الأوامر وتغادر قزوين والشامخة وتندفع بكل رشاقة ونشاط نحو خط البودرة وتتخطاه قبل الشامخة لتظفر بكأس فزاع عنوة وتهديه إلى مالكها سعيد بن سلطان العرياني وسلام زياد سلام سلام العين دار الزين حاصدة الرموز سلام عنت الكاس جلت الكاس للعين لآلي مزيد تانينا والناموس لسعيد بن سلطان العرياني أسعد الله مساك والسلام للعين سلام للعين الكاس وشلته كاس الذهب كاس سيدي سمو ولي عهد دبي العرياني يا العرياني الناموس يا صديقي الناموس 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 أنا أول مرة ألتقي معاكم في الركض أنا من 3 سنوات في الهجن اليوم التقي معاكم في الرمز نعم. انتوا صار لكم فتره غايبين عن الرمز صح نعم ما نشارك في الرمز ما تشاركون في الرمز لكن بنكون السوق موجود نشارك في الرمز وعنوه عنوه وصلتك للرمز نعم عنوه وصلتني للرمز ذات السنامين نعم وعلى النوعيه هذه نعم نوعيه نادره صح الله كيف اشتغلت على الشوط كيف حضرت للشوط هذا واخترت وصنفت عنوه حق هالشوط عنوة طول عمرك سبوق مشترك بيني وسابقة في دورة الدستور وشفتها متحلة على قال بن غراب البارحة لو سمعت نعم مرشح عنها نعم بن غراب قال انه يسابقة في الدستور جايبتين بعد زين نعم جايبتين زين وليش عدة اشتراكات كلها سابقني في الدستور نعم انا ترشح سبوق ترشح نعم عطنا السلالة السلالة ابوها طول عمرك بعير الشيخ محمد بن راشد ابو سلامين وامها بالضبيان حصلت مضايقات في الشوط حصلت لا الحمد لله ما في مضايقات الحمد لله بكره سبوق متى كلمتوها متى طلع ولا ريحتكم البكره روحها ساره والله نكلمها ما نخليها تبقى كلام نعم قصه الحجاج شوي بن نعم لازم تبقى حد يكلمها مزيد اليوم مزيد اليوم فرحانه الحمد لله ها الحمد لله
المتعة والإثارة والقوة والندية هي عنوان هذا اليوم، يوم رموز الحجائج للبدو والجماعة. وها هو النداء الأخير للحاق بمنصة الشرف والتتويج من خلال شوط القعدان الإنتاج الذي شهد تنافسا رباعيا مريرا حتى الأمتار الأخيرة بين ناصي والجارح الذي عض على الصدارة والناموس بالنواجذ ليخطف البندقية ويهديها إلى مالكه سعيد بن سالمين المنصوري ولكل أهل الهجن في الإمارات ومنبع السبق مدينة العين التي ظفرت بثلاثة رموز في يوم الحجائج بهذا المهرجان الكبير. هناك الجارح على الصدارة السعيد بن محمد آل سالمين المنصوري صاحب البندقية في المملكة. بالفعل هذا الشعار يقدم النجومية، سلام 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 إلى محمد آل سالمين المنصوري وسعيد ومنصور أيضا على هذا الفوز. أقول لكم الناموس ما يعني شعار بن سالمين كان متواجد في الرموز كالعادة في كل المراكيد ما شاء الله تبارك الحمد لله، توفيق من الله عز وجل. ويوم نزلنا في الرموز نزلنا سلالة طيبة، ندري أن هذه السلالة بتوصلنا وتوصلنا للرموز وتوصلنا لمنصات التتويج. شو السلالة؟ سلالة القعود إنتاج أبو وام، أبوه ولد شاهين الكريلي وام ناقم حجنا في العزبة كلهن موجودات. أنتم حاضرين تحضير طيب حق المركاب هذا تحديدا، يوم تم الإعلان وزعتوا حلالكم وصنفتوا التصنيف الطيب. الحمد لله. بخبرك عن الجارح. أيوة. الجارح طول العمر جاي بأفضل تيم المسا في الكبرى، في جائزة الزايد الكبرى أفضل تيم جاي بالعصر، وبعد المركاض الكبرى طول العمر جهزناه للبندقية دبي مهرجان ولي العهد. ما هي في الترشيح البارحة وايد ما سمعناه بالترشيح، ما نبغي يرشحونه، هو مرشح حالة الحالة ما نبغي يرشحونه، اللي بيرشح يرشح واللي ما بيرشح معذور ما يحتاج. هو ولد شاهين أب وام عندي، رشحوه جزاهم الله خير، ما رشحوه بيقدم يده الروح. هو شو تقول حق الوالده بعد هالرمز هذا؟ والله طول العمر اهني الناموس هذا، اول شيء محبين الشعار هذا شعار بن سالمين كافه، واهدي للوالد وللوالده وللاخوان جميع. حياكم الله، نبارك لكل أهل الركض في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. هذا الرمز التاريخي في شوط الإبكار المفتوح، وهذا أكبر دليل على أن الأخوة الأشقاء قد دخلوا إلى العالم الساحر بكل قوة وبنخبة من أفضل الحلال، يعرفون يودعون الحلال عند من ويوصلهم للمنصة وللرمز. وكذلك مبروك والناموس لأهل الهجن في الإمارات وفي دار الزين على الرموز الثلاثة التي استقرت هنا بكل جدارة وبكل استحقاق. الآن نبدأ الحوار الفني مع الزملاء المحللين حول أشواط الرموز الأربعة وكيف رأوا المنافسة فيها. أبدأ مع سيل بطيب بن غراب كالعادة، لكن سأنتقل بعد ذلك لمحمد بن فيصل ليتكلم شوي عن الذيبة إذا كان يملك من المعلومات حول الذيبة. لكن أبو سلطان، كيف كان الشوط بشكل عام؟ أول حين تشرفنا إلا بحضور اسمه الشيخ حمدان بن محمد. نعم. الله يطول عمله ولي عهد دبي، شرفنا وشرف الأخوان المشاركين والمتابعين، فحضوره طول عمره شرف لهذه الرياضة ودعم للملاك والجوائز يكفيه. اللي خذ جائزة اليوم رمز وعليها اسم الشيخ حمدان بن محمد، صح. هذا يكفي من الركض كله مرة اسمه طول عمره ومحاضرته وتابعته، شوف الكل صغير وكبير الحين تخبر، يكفينا الشرف يحضرنا ويتابعنا. والحين أبشر وأبشر الرياضة بخير دامها تحظى بدعم من أصحاب السمو الشيوخ وحضور ومتابعة، وشفنا الشوط الأول وشفنا المنافسة اللي صارت فيه، ونهني إخواننا في المملكة السعودية على الفوز هذا، ولا ننسى بعد بكرت بن عمير اللي في المركز الثاني، صح، وبكرت بن عيلان اللي في المركز الثالث. هذا الإبكار ما بينسبك، صح، هذا الإبكار ما بين كلام،
ركض كله طيب وأداهن طيب، لكن هذا الحظ والنصيب من يكتب له هذا السبب. أما الركض ما في الكلام وأدى أداء طيب كل اللي شاركه طيب، لكن نصيب نعم، والسبق الوحده والوحده نعم، والرباع ما بين شيء حتى جاء ما بين يمكن صحيح. أسأل الله يوفق الجميع. طيب اليوم ما يتتعدى اللي ضاع عاد حظكم شوي عندكم الكشاف شوي ضرب أحمد ومحمد، برد لكم بروح حق بالشرقي بس سعيد الأنبوري بحطك بالثاني لو تضرب كل الكشافات يمكن نضرب كل الغالي هاي ترى عيون بن حضير ضرب الكشاف عندكم. في البداية نقول الناموس لكل الفائزين نعم استاهلوا في الأشواط كلها، ولكن لو نرجعنا لهالشوط في ميزة نقول مبروك للسعوديين بنكهة إماراتية طريقة إماراتية اي نعم، فنعتبر تحضير كان اماراتي تحضير اماراتي فمعناه شراكه اماراتيه سعوديه، فهذا انجاز يحسب لنا ولهم. يا سلام. نعم. النقطه الثانيه انا اقول اليوم بن عميره كان اداء 10 على 10 تصرف ممتاز، نفس بكره السعودي كان طريقه تهزيل وكان في وقت الحساس جت، انا قلت تاخرت يا بن عيلان وغلطت غلطه معلم لبن عيلان على بكرته غلطه معلم تعتبر كانت عقابة قوسين من الرمز غلطت مع غلطه شاطر غزل معلم عاد احنا قلنا شو الغلطه عندك الشوط موجود نعم الغلطه انها تاخرت البكره والركاب راحل بن عمير تغير الشوط ولحقت البكره انزين ويوم لحقت البكره هذيك عندها طاقه اكثر وبكره بن عمير ادت اداها صح ما جاء خلل فيها وتصرف صح بن عمير وتصرف كله صح لكن الامور الفنيه لابد الاستوديو يتكلم عنها صح حلو بس وين الغلطه قلت لي الغلطه اقول لك ان تاخر فيها تشوفه من ورا جاي البكره تاخر فيها لو كان قرب البكره عليهم كان بيكون اداها افضل وممكن تحقق الرمز في الاوامر يعني كان اي نعم تاخير من الاوامر. حمد بطي تتفق مع كلام بالشرقي؟ والله في البدايه النومس للفايزين قبل كل شيء نعم. البكره تاخرت اللي هي الظفره اللي حصلت على المركز الثالث وبين حتى في الكادر اقوم قطعت الخط يمكن غيرت ثاني ولويت يمين بعد يمكن تاخذ الاول احيانا الحسبه تختلف. احنا نتكلم بكره بن عميره في الصداره لحقت الذيبه الحين اشوفها تغير بين المراكز وصلت المركز الثاني فاحيانا مثل عيلان اللي حصل على المركز الثالث عنده حسبه ثانيه في الشوط ودنا حتى لو 500 متر ل 400 متر هو عارف ان البكره عندها سرعه عنده احتياط وده يستغل هالاندفاعه في الوقت المناسب لأن حسبة عيلان لأنه يشوف الشوط يتكشف له يعني بشكل تدريجي شاف كل المنافسين شاف, شاف, شاف كل المنافسين وشاف البكرات قريبة منه مش أنه بكرات بعاد حرك البكرة لكن البكرة سوت حركة مش عادية أنا قلت صعب وشاب عند الخمسمية نعم لكن دائما راعية الشوط لها حقها في تمييز المنافسة تشوف المركز الأول والثاني والثالث دخولا مشترك عند خط النهاية النومس لهالي تبوك على هذا الفوز كذلك النومس لمضمر البكرة مضمر الديبة مسلم بن دري صراحة تألق هالموسم تألق لافت واصل تألقه من ميدان رماح إلى ميدان المرموم والافتتاحية اليوم كانت بالرمز ممتاز أبو سلطان بس بعقب على كلام الإخوان تفضل. بالنسبة للبكرات الثلاثة أنا من وجهة نظري الشخصية كل واحدة منهن تستحق كاس كل واحدة منهن تستحق كاس ارجع لي للشوط من البداية عبد الله تفضل محمد أبو محمد بكرة بن عميرة هي البطلة غير المتوجة اليوم البطلة صح. الغير متوجة أي نعم أوكي بكرة بن دري هي صاحبة الكاس الفعلية وبكرة بن عيلان هي اللي صنعت الكاس طيب لكن بن عيلان اعتقد ان بكرته عندها ظرف انا ما تخبرته ولا سالته لكن ما اعتقد الريال في شوط الرمز ويأخر بكرته بالطريقه هذه الا اذا البكره اما الالي ما اشتغل عليها اما انه شيء عرقلها اها طيب لان دخولها دخول بكره عندها مشكله قبل عندها. يمكن طيب. يمكن ابو محمد يمكن بن عيلان قال الثنتين بطحن ما شيء اقول لك شاف التنافس وهذا على فكره ترى نادر يصير في سن الحقائق نعم. حتى البكره اللي هي اللي اخذت الكاس الذيبه بينت في الشاشه عند ال 700 متر الاخيره ابدا ما كانت موجوده يمكن عند لوحه الكيلوين يمكن كانت ثالث او رابع وحده من في اخر الشوط طيب اللي هي الذيبه طيب ممتاز بس عشان الوقت نبغى نروح للشوط الثاني عطني الشوط الثاني على طول عبد الله حضر لي الشوط الثاني ونقول الناموس لراعي الابجر
والسلامات تذهب إلى أبو سمرة مثل ما وعدنا من بوتا في مجلسنا لما كنا معاه قبل تقريبا شهرين من الآن. صحيح تقريبا قبل شهرين يمكن أكثر 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 من شهرين ثلاث شهور. نعم في بداية الموسم. وبترك الكلمة لسالم بن سعيد بن حضير. نحن النومس لمحمد بن بوتا على فوز الأبجر بندقية جعادين المفتوح. نعم. وانجاله الكرام محمد سالم أيضا ما قصر كان يساير الأبجر والأبجر ما شاء الله نحن من شفناه في الشوط عندما لحج الجعادين الأبجر وصدروا عليه أوامر اندفع عن قعود هذا سبوق وقعود مجهز ومعد ومحمد بن بوته يوم يناه نحن وياك أيضا بوسامرة قال بتشوفوني هناك إن شاء الله يوم الرموز. نعم وعد وعد ووفى بوعده. نعم. ونحن نقول له الناموس ولا قصر أشوفه بعد مشتط كان لا مشتط وحماسي هو حماسي نعم حماسي قال حسبوا لي النقاط أني سابج أنا ماخذ أربعة أشواط في سيف العرب. نعم. قلنا له نحن النقاط على يوم الرموز أحمد بالعضيلي. نعم. قال لي تحت الهواء واحد منهن اللي كان يطري في البرنامج يا ثاني اليوم ولا هو الأبجر. نعم. واحد الأبجر وواحد يا ثاني اليوم الصبح على السيارة على قعود بنتريا. نعم الشباب الشاهيني بعد ذلك. نعم أبوه الضبي أبو شاهين وولد الضبي. نعم أها. القعود ما شاء الله أبو سلطان ركضه وداع يعني متميز رغم أن الشوط الليلة فار جعادين نخبة من الجعادين الليلة فار عن رشابه. نعم. لو سمو شو ركض كله ما شاء الله شوط واحد بيسمو يعني ركض وداع متميز. حمد شو اللي يميز الأبجر اليوم عن بقية الليلة؟ والله يميز أن أول شيء نومس لسهيل بن محمد بالذويب العامري والده وإخوانه يميزه أنه فرق عن رواعي الرموز أقرب تيمله من رواعي الرموز تقريبا فرق 4 ثواني وتسجل 45 نهاية تغيير من نهاية الحلال يعني القعود اليوم عندما استلم وصيفه اللي هو عاني قعود العميمي أمس مسجل 6 ثانيتين يعني قعود سبوك فمع القعود تفوق على جملة جعدان مرشحات خيرة الجعدان اللي عندنا في الموسم اللي شفناها منهن مثلا منهن قعود بن عويضان ماخذ رمز من هنا قعود هذا الوصيف هي قعود ثانيتين قعود بن عمير قعود الدرعي لو في جعدان سبق بس انك ان القعود يتفوق على جعدان الموسم جعدان مصنفات تصنيف وخيرة الجعدان المتواجدات ويحط فرق عن رواعي الرموز تقريبا باربع ثواني هذا اللي يعطيه الأفضلية. اها في نقطة يمكن هو بعد لو حصل منافسه قعود اليوم حصل منافسه يعني شرسه لين الأمتار الأخير يمكن بعد يسجل تيم أقوى من التيم اللي سجل. ممتاز. في نقطة مهمة أساسية لازم نذكرها أن أشواط الرموز تتعرض لفحص مسبق والفحص المسبق يخلي راعي الهجن يحسب حساب بعيد المسافة من السباق فالتيمات اللي تيبها راعة الرمز تيم مثل التيمات هذه لا معناها لو كانت مش في رمز ممكن تكسر تيمات أكثر من هذه لأن التيم نعم الفحص المسبق يؤثر على التيمات أظن كلكم تشاركوني الرأي الفحص المسبق محمد ما تقول إلا الطيب لا لأن الفحص المسبق يخليك أنت تحسب حساب مسافة أبعد والله السبوق النادر شوف هذا الشوط ما هو ما يأثر عليه إلا موضوع الفحص وموضوع نوعية الركاب اللي موجودة في الشوط نوعية آخرة لا ما واحد دخل في الشوط هذا اللي هو يحلمه في الرمز أدري بس لا أقول نفس النوعية ذي لا يبها مسبق ولا يبها لا أنا أقول لك لا أقول لك التيمات ترى عند المسبق صعبة هي أكثر صعوبة بس صعوبة عند المسبق لكن النوعية هذا موجودة النوعية اللي موجودة القعود فارق ذي القعود فارق طاقتها أكثر من القعدان وحتى تيمة أنت بتلاحظها كيف سلاله وركب القوة ركب ما شاء الله. نعم. الله يبارك لهم فيه. القعود القعود صلاة النبي كتصنيف قعود ما شاء الله فرق يعني اليوم فرق عن الجعدان عن قعود الحصن المركز الثاني والثالث نهايه وذف القعود هذا يكبر سبقه في ميزه بنستفيد انا العاصفه اخذت هجن سبك خذوا ما شاء الله 30 خاضط اليوم 47 47 اليوم نعم. ما شاء الله طيب نحن راح نفصل شوي بين عزبه الناموس وبين شوطي الانتاج راح نحتفل مع صاحب الناموس في الشوط الأول نعيش فرحة الناموس مع أصحابه الذين توجوا برمزي البكار المفتوح والإنتاج لكن بناخذ العزبتين اليوم بناخذ عزبة وبعدين بعد الإنتاج شابكينهم مع بعض أنتم شباب عشان أعرف
اي نعم عزبة الذيبة، نعم عزبة الناموس التي صارت تقليدا لبرنامج اهل الهجن، وينتظر الجميع، واصبحوا العرب قبل الشوط يقولون بتيولنا ان شاء الله العزبة نومسولنا انتو بن حضير بتيولون عقب الشوط. نبدأ مع شوط البكار المفتوح، الذيبة نجمة المملكة العربية السعودية التي خطفت الاضواء في المرمى. الناموس بمعية أبو علي نقول له ألف مبروك، والناموس تستاهل، ومثل ما قال سيف بن كليف ترى فرحان يمكن أكثر عن أبو علي اليوم. أبو علي الله يطول عمرك، نحن تيم واحد وإخوان ونصير كل مكان رباع، ودائم رباع وناموس أبو علي وناموس راعيها ناموس. يا سلام، هاي فرحة. هم نتكلم على الفرحة، خلي شو شو شعورك والله حبيت. هل تبوك شو تقول لهم؟ هل تبوك والله هل تبوك استفيد من الناموس مستاهلون ولا تغريب عليهم الحمد لله. أبو علي قال أنا أبوي ولا ما أعرف، قلنا له بن حضير بيسد وبن كليب قال نحن بنيون. نعم. شوف هذا الريال الطيب. نعم. المبروك اللي يفرح حق خويه. نعم. ويفرح حق ربيعه. يلا الربع حياكم كلكم. نقول الناموس أبو علي جايين نحتفل وياه بمناسبة الفوز وحصوله على الرمز، ونشكر تبوك على هذا الانتاج. مساء الخير تبوك الورد، ومساء الخير هل ختم ولا هل الختم مناسبة فوز أبو علي اليوم بالكاس. الناموس وفرحة الناموس مع سيف بن كليب اليوم، الله يرزقه وعلى النية الطيبة نتمنى له التوفيق. ومحمد في الأشواط نعم مثل المدام سهل سهل. أشكرك محمد. نبارك لجميع الفائزين بالرموز وبالسيارات. أشكرك ونشكر براشد ولي العهد الله يطول عمره. آمين آمين. فرحة الناموس اللي عودناكم عليه هي فرحة، وهو عهد قطعناه مع أهل الهجن الطيبين اللي يفرحون ويتنومسون وأيامنا كلها فرحة وناسة وفرحة. شوف شوف عيش، روح معهم، روح روح. ناموس مرة أخرى والتهاني والسلامات إلى المملكة العربية السعودية وإلى تبوك الورد فوز الذيبة، كانت وداعة أيضا. ونقول ناموس لي أيضا الشخص اللي كان مسؤول عن تضميرها وتحضيرها لهذا الشوط مسلم بن دري المنصوري أبو علي، نقول له ناموس. ونشكر أيضا سيف بن كليب اليوم على استقباله لنا، ويمكن فرحة سيف بن كليب وسعيد مثل فرحة أبو علي يمكن وأكثر. خويا طال عمرك. نعم. والريال من هو عند بن كليب. نعم وهذه لهم أهل الركب. نعم فرحتهم وأهل المملكة واحد. نعم زين خلنا نشوف المتحدث باسم. نعم. المملكة شيف وشو رايه. نعم. تفضل يا أبو فيصل. يا مرحبا وسهلا. والله نهني الناموس راعي الذيبة، نهني الناموس والمسلم مضمر الذيبة ما قصر. نعم السبوق تبغي بعد
مضمر صحيح وناموس مشترك سلالة الذيبة محمد سلالته طيبة وعندكم معناته عندكم انتاج طيب السعودية وفي حلال داخل بقوة الموسم انتاج السعودية قوي ودايم يثبت في الرموز في المهرجانات وشيء مثبوت يعني مو بهالسنة وقبل هالسنة اي بس محمد الحين ما عندكم عذر الدعم موجود زاد مراكب زادت تم تأسيس اتحاد رسمي قبل يومين ما فيه عذر والمنتجين مهتمين ودخل في الركض بعد ناس رجال أعمال والشيوخ دخلوا في الركض يعني صحيح. بتكون أقوى صحيح صحيح طيب أذهب للشوط الثالث والحديث عن شوط الانتاج شوط الانتاج حمد بطي كيف شفت الشوط وعنوة كان ترشيح مجموعة بعد من الأخوان راح نرجع لترشيحات نعم والله النومس المالك عنوة على فوز عنوة الليلة بكرة ما شاء الله متميزة يعني مراكضها السنة في المرموم كلها سابق وتسبق الشوط الأولي انتاج فعندك الحجة يوم تكرر السابق وتكرر دوم السابق الشوط الأولي هذا دليل على تمكنها من الركض شفنا منافسة بينها وبين بكرة عيسى بن مبارك بن مرخان اللي حصل على المركز الثاني النومس له وكذلك شفنا الشام اللي حصلت على المركز الثالث بس البكرة هذه يعني حتى بإجماع أمس يعني في الإعزاب والإخوان المشاركين أغلبهم صوتوا للبكرة هذه أنها بكرة بتكون صاحبة الشوط والدليل يعني واصلت إنجازاتها دوم سبق في المرموم الشوط الأول الانتاج نعم. واليوم كملت إنجازات طيب أحمد بالعضيلي تفضل أول شيء نهني جميع الفائزين اليوم ونقول لك نحن هارد لك لا أنا فائز بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد أكيد كلنا وفائز بالمشاركة والبكرة هذه نوعيتها فريدة من النوعية الفريدة هم سلامين وهذه النوعية أنت لو تلاحظ يمكن في الموسم تطلع لنا بكرة أو قعود لكن من الآخر يعني من تطلع مسنامين هذه في السبوق تطلع رعية رمز لما تلاحظ الحين مو بكثير تراها نمات سنامين اللي يركضن هن وايد في العزب لكن اللي توصل للمستوى ما سويت لك واحدة أنت مسنامين أبو محمد لا والله لا ما سويت لك لا والله لا ما أعرف أضمرهن شوف يقولون ضمارهن غير لا لا أبو محمد يمكن إحنا نادر ما نتكلم مع شخص في الشوط وما حاله في التوفيق ما بقول خسر ما حد خسران اليوم لكن ما حاله في التوفيق كلمني عن مطيتك اليوم أنت الفائزة شو أكلمك شفتوها بعيونكم في الشوط إحنا والله مركزين على المقدمة بس ما أعرف الفائزة كم يت حتى اليوم والله يت في نص الشوط ما يت على البكرة الصراحة ما يابت ركض هاي ما يابت ركض ما يابت ركض وكان عندها عذر يعني شو عذرها عذرها فحصة ما كان زين أها ما كنتوا يعني شو في 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 نقطة في هالبكرة هذه في بكرة العرياني إيه سبحانك رب أنا يوم غيرت البكرة وصل الثالثة خفت الآلي يطيح ما كان آليها مضبوط عنوة؟ أي نعم كان الآلي وأنا أتمنى من هالهجرة أن دائما يحطون بالهم على الآلي أكثر زين أحمد كنت متوقعين تيم أنت كنت تحديدا نعم. كنت متوقع تيمك يعني أقل ليش ما زين كم التيم اليوم؟ اليوم ما كسرنا أنت قلت لي بعد ممكن يكسر الأربعين أي نعم زين كم ما كسر الأربعين اليوم تسجل تيم حدث انا قلت لك بتسجل تيم حدث وانا ربطت التيم اللي تكلمت عنه بتوقيت النقدي وتوقيت السيارات اللي طافت النوعيه تختلف هني نوعيه اقوى من ما قلل من النوعيه اللي راحت لكن هني النوعيه تكون اميز ويمكن اليوم الجو لو كان شوي ترى كان فيه شوي هو خاصه الاشواط الاوليه لو كان شوي الجو يمكن اهدى يمكن ان نشوف تيم اقل وهذا 43 يعني في الاحلام أنا عندي قعود في 2015 في ختام المرموم 2015 جايب 45 كان تيم حدث في وقته هذا كلام من كم؟ صح من سنتين هاي السنة صح. السنة الثالثة فإحنا في خلال الفترة هذه بس البسيطة كم تطور التيم؟ يعني أنت قاعد طيب. تتكلم عن 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 سرعة 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 أنت أكثر واحد تابعت المطية قبل ورشحت على نظرتك في ركضت في دستور صح؟ هاي بكرة؟ إيه كل تركض عندنا السنة هاي صح هنا كل تسبق عندنا الشوط الأولي لذلك ترشيحك كثير مرة يعني لا يعني أنا وغيري اللي يشوف بكرة اسمرت مو بل لما ركض عندنا واحد أركض كل مراكض أصلا ما لها ركض اللي عندنا هني كل مراكض في دستور إيه نعم وتسبق
تسبق الشوط الاول للانتاج. صح. ويمكن رشحنا على هذا يمكن يمكن المسافه بعد مسافه الاربعه ميزه البكره اكثر في 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 الثلاثه كانت دائما تلحق هناك عند الامتار الاخيره هي تسبق الامتار وتغير عند الامتار لكن مسافه الاربعه يمكن عبثت. طيب. شوي راحه. طيب. النوع هذا ابو سلطان خصائص مات سنامين يوم تيك سبوك خلاص ما تنسبت انها. طيب. هاي فريده وركضها فريده. طيب ما تجي وسط هذه ما تجي وسط رقام ما تجي يا سبوك يا ام سنامين. لذلك احنا امس كنا نتكلم مع الدكتور نتمنى ان يفتحون لها الركض في كل الدور. نعم. نبغى نشوف هاي النوعيه لو فتحوا لها في كل الرئيسات اعرف كلهم بتروخ لابو سلامين. صح. بيتركون لا بيصير تنوع بيصير تنوع. نعم بيصير تنوع. الميزه في رئيس المرموم يختلف عن الميادين الاخرى مطلوب منك السرعه. طيب. من تقوم من البدايه ستارت انت لازم تكلم ناقدك حتى تلحق. طيب اعطوني الشوط الرابع عشان الوقت باقي لنا اربع شوط رموز يا اخواني. شوف شوط الرابع شوط الجارح وكالعادة بن سالمين على الوعد يعني ما شاء الله في من بداية هذا الموسم سواء في جائزة زايد الكبرى في رماح. نعم. كان يتواجد في سن الصغار بشكل قوي جدا. شو أبو سعيد شو اللي يميز العزبة هذه؟ والله العزبة هذه نحن عزبة رموز يعني ما شاء الله عليهم وين يصيرون لازم يأخذون لهم رمز. تصنيفهم ممتاز. تصنيفهم نحن حضرناهم في مركات جائزة زايد الكبرى. صح. خذوا رمز البكار. حضرناهم طال عمرك في رماح في المملكة. صحيح. وخذوا بالقعود خذوا رمز. نعم. نعم وقالوا بعد بنيكم هناك إن شاء الله مهرجان ولي عهد دبي وبنكفخ الرمز. نعم. أنا أقول في عالم الهجن كل سنة يطلع حد. حتى ربعي يعرفون شو عنده ويلحقونه. لا بس بن سالمين, لا بن سالمين السنة هذه متميز في الحقائق تميز فارق ودار كابة مختلف لأن شو أنت لو شفت ليش العام ما كان موجود بن سالمين موجود لكن أنت الأداء السنة هذه موجود وخذ رموز. لا يعني لا رموز السنة بس لا اللي يميز بن سالمين السنة أيوة أن مطيته اللي تأخذ رمز وتبتاع يوجد لها بديل. البديل جاء ايوه بسرعة. هذه العملية الصعبة في هذا الكلام كيف توجد البديل. اقول لك هذا من العام نحن في برا الدولة يعني مشاركته ما اخذ رمز ولاقينا نحن سعيد بن سالمين سعيد محمد بن سالمين المنصوري قال انا اشتري اضخ ضخ في هذه العزبة يعني يوم لاقينا يوم الكبرى. لا توهقونا انت الحين نقول الكلام هذا يمكن الناس يفهمونه غلط. لا ما نوهق نقول المعلومه صح ما بنوهقنا. لا لا هاي المعلومه صح انا اقول لك لو تلاحظ انت الان انا وهق انت توهق عمرك لا ما وهقت نفسي انا اقول لك الان لو تلاحظ انت ركاب بن سالمين مختلفات من ركاب الباقيين اداهن شكل. لا انت قلت السنه هذه لا مركز. نعم. مركز بن سالمين مركز مشترى النوعيه حمد. صح نحن نشوف الحلال اللي ابرز بس. نعم. ما نشوف الحلال اللي وراء عند بن سالمين. بن سالمين عنده نوعيات مركز يعرف شو يشتري يعرف وين يركض ترى احيانا المشارك اختيار التصنيف ما يعرف شو يشتري ولا يعرف وين يركض فهو اختار نوعية الطيبة شرى اجود الحلال بجائزة زايد الكبرى يمكن في الحجاج خذ اربع اشواط او خمس اشواط. طيب. طيب. وخذ رمز اللقاية. طيب. فنوعية موجودة. طيب ومن عزبة الناموس للبكار المفتوح الى عزبة ناموس البكار الانتاج ورمز الانتاج عند اهل الركض طعمه بكل تأكيد غير وحد يسميه دبل ناموس. نعيش فرحة عنوة بطلة شوط الانتاج. الناموس مع أبناء العريان الكرام الذين ينزلون ويحلون ضيوفا وهم أصحاب مكان في عزبة أخونا صالح بن شليوي اللي راح يشاركنا أيضا الفرحة. أبناء بن شليوي مع أبناء العريان الكرام نقول سلام العين سلام سلام, سلام مزيد سلام سلام, سلام مزيد سلام. كلمني عن عنوة كيف حضرتوها اليوم حق الرمز وكيف اخترتوها للرمز ونو صنفة عندكم نحن طال عمرك بكرة هاي سبوك سابقة عندنا في التمهيديات قبل بكرة سبوك وخدتها من اللم والابو ماخذها الرمز الكويت وماخذها من الشيخ حمدان العطار وهذه خدت تخلص الحين المنافسين يسووا لكم ألف حساب القبلة طيبة بديتوا اليوم وانتوا إذا بديتوا يقولون بعد ما بتوقفوا عندكم في الرموز في الأشواط الجاية إن شاء الله قدرة الله
والله نتمنى من الله. في اللقاية عندكم؟ في اللقاية نعم. في الرموز؟ إن شاء الله. في الإذاع؟ وفي الإذاع إن شاء الله. شفت أنا شو قلت؟ شو قلت لك أنا يا أبو سعيد؟ شو رأيك أنت؟ والله تفاولوا بالنواصي والأقدام الغالي، العرب من دخلوا ما بتفاولوا، كم مرة أقول لك تفاؤلوا؟ في فرق بين تفاولوا وتفاؤلوا. أنت كم الحط الغالي تفاول تفاولنا احنا على الحرب خلصنا الباقي عليك. نعم نعم، العرب جبلة ركابهم طيبة، والليلة يعني خير دليل. نعم افرح يا أبو سعيد، روح افرح يا أبو سعيد، يلا شباب. الفرحة اللي احنا دائما نبحث عنها مشاهدينا الكرام في عزبة الناموس مع ابناء العرياني الكرام وبصحبة العم حمد بن قريع العامري. حمد بن قريع العامري اللي نقول له بيض الله وجهك، ريال خبير وعنده رشاب طيبة وباكر هاجم هجوم قوي، الله يوفقك باكر حمد. الله يقوم الدورونا العصر هني على خير وعلى الناموس ان شاء الله. والله يعطيك على قد نيتك، واني ماخذ السيارة والدورونا هني. عيل اقول لك شيء، اشكرك. اقول لك شيء عيل، عطني اياه بس. هلا نقول مرحبا بزيارتكم، وزيارتكم شرفنا. الله يشرف مقدارك. كلكم من مرحبا وقول الله اعماركم. امين. علي الزجه وعلى الزياره العادية. الله يسلمكم. ناموس نحن نفرح مع الفايز كما يجب، وعشان اللقطه هاي والفرحه بتم تذكار طيب. نعم. الله يحييك سلم. من بغى القمه يسجل له حضور. بأفراحي أصحاب النواميس نطوي صفحة المرموم اليوم، ونفتح صفحة المرموم غدا. هاي باكر أشكرك. ثالثي أيام هذا المهرجان ويوم اللقاية لأبناء القبائل الكرام، وأربعة رموز جديدة في الانتظار في الشوطين المفتوحين للأبكار والجعدان ومثلهما في شوطي الإنتاج. نستعرضهم. بدينا في الجد. نعم، والجد الله الله عليه في نذهب للمطايا المشاركة في الشوط الأول للأبكار المفتوح، ثم نبدأ الحوار والترشيحات مع المحللين الكرام. أذهب مع الشوط الأول مع أول الأسماء، جمالة، سالم بن سعيد بن جاسب المسافري، ترميج، أحمد عبيد مبارك الاجتبي، منهج، محمد مطر، محمد دحروي العامري، عجايب، سعيد بن سهيل بن دريوي الاجتبي، بينونة، راشد بن سيف بن محمد المنصوري، قبة، صغير بن محمد بن سيف المنصوري، تحالف، محمد بن عامر بن سعيد العمري، سيل، حارب بن مغير بن سالم العميمي، العزرة، لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري، مثايل، حمد بن موسى بن غدير الاجتبي، صمود، فري بن علي بن حمودة، طوع، سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، دزاير. حد يعرف معناها؟ رغبة. دزاير يعني رغبة. لمحمد بن ظافر بن مسعود الأحبابي، ناصية، سالم بن سعيد بن غافان الجابري، فواصل، محمد مطر بن زايد المنصوري، ورماح. رماح أعتقد صح؟ رماح نعم. حد يقولها رماح لكن إذا في القعدان بقولها رماح. لمحمد بن حمد بن فطيس المري، مزيونة، سعيد مطر محمد الرميثي، علاج، مبارك بن أحمد بن مطر لخيلي. شوف الأسماء اللي داخلة يا أبو سلطان. مخيلة، حمد بن عود بن سعيد العامري، الشاهينية، عبد الله محمد بن خصيف الكعبي، طيبة، خالد بن غانم بن علي الظاهري الشاهينية، سيف بن ياسر بن سيف العرياني، الهبيبة، مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وداد، المبارك بن شعفان بن عبيد العامري.
اسماء الملاك الان بدات تظهر اكثر، زحمه النقوه القوه والترشيحات. دكتور سعيد بالشرقي يذهب مع طوع، حمد الغفلي يذهب مع بينونه، سالم بن حضيرم بينونه، سهيل بطيء بن غراب مع غبه، احمد بالعضيلي مع علاج، ومحمد بن شريم مع غبه، وهيثم الحمادي مع غبه او قبه، هي قبه ولا غبه نقولها؟ غبه ها؟ غبه سبك، غبه سبك، غبه الغبه يعني الغزر، والقبه او القبه لا الغبه البحر، غبه البحر، غبه ترى الغزر، ترى غزر البحر. وين الغبه ديال؟ وين الهوامش والتماسيح؟ عمي البحر بطن الشعب لعبتك هذه الغالي، فتاة العرب ميلوث. وين الغبه ديال؟ وين الهوامش؟ صحيح البحر ترى ناس فيها يعرفون التوح مليار الغالي، ما من كل يارا ما سريحه قال هذا خيط بايره. بعد في البحر بتير؟ لا ترى انا يرينا السمك غلبناك بالبحر يوم الصيد. طيب زين شفنا ترشيحاتكم، اذهب مع ترشيح سيل بن غراب الذي ذهب مع غبال الصغير محمد بن سيف المنصوري. على اي اساس استندت في ترشيحك؟ على شو رحت؟ رحت على اولا ارشاب ما شاء الله السنه مرتاح ركض طيب، ارشاب نعم. بن زايد نعم. اداهن كله طيب، وهاي البكره دائما تنافس في المراكز والاشواط الاوليه. شفت لها ركض بسلطان؟ شايف لها ركض سابقة في السعودية، في السعودية والبكرة هذه باشر بتكون لها نصيب الأسد، لكن السبق ما حد يضمنه. صحيح، لكن بتكون لها منافسة قوية، والسبق طوع. نعم، وراح مع طوع دكتور سعيد بالشرقي لسعيد بن دري الفلاحي. سعيد أعتقد هذه شرية كانت قبل شهر يمكن. نعم أظن في السعودية رابعة أظن هي، يمكن والله. بس سعيد بن دري اشتراها ظني مركبة في دستور آخر سيف العرب. سيف العرب نعم. نعم. لا عايش مرتابة. مرتاب مرتاب. اي نعم مرتاب. بكرة هذه بكرة ملحة سبوك، شايف لا ركب في التلة. في بكرة مش بسيطة. نعم. ولا ننسى عندنا بكرة بن فطيس رماح هاي مش رايح. بس انت ليش رشحت طوع؟ رشحت عن نتائج السعودية. عن نتائج السعودية. اي نعم، وبن دري خطير ترى. الجريء. وجريء. اي نعم. جريء وما يسجل في الرمز الا يحيد نفسه. لا ام العرب اللي اشتروا السنه هاي صراحه. نعم. يعني ضخوا. نعم. نعم وايد اشتروا. نعم. بذل الجهد للرمز. نعم. انا اعتقد والله مثل ما سمعت، ما اعرف الله يزيده، لكن سمعت ان قيمه مشترياته تعدت 10 مليون دولار. لا ننسى الشاعر بن فطيس، ما هو بس حتى ابو حمد السنه هذه بعد اشترى. نعم. كانت له مشتريات ومحاولات، حتى في السيف كانت له محاولات. تصدق هالهجن يقول الحمد لله يوم الاستوديو ما يرشح ركابي. كل حد يوم في اللقاءات يقول الحمد لله يوم سلمنا من ترشيح. حمد ليش رحت مع بينونة؟ والله بينونة في بكرة أنا ما أعرفها بالضبط، بس أعتقد في بكرة انتقلت ملكيتها أمس من ميدان رماح، مسجلة 8 و2 أسرع توقيت بكرة أعتقد بن قطامي. ما بهي حمد بنت مبلش. إذا هي بكرة سبوق، وإذا بنت مبلش، بنت مبلش هذه؟ لا هذه طال عمرك سابجة ماخذ الكاس في ميدان السواق. ونعم بكرة سبيل. بس في بكار هيثم بذكرها يعني، ذكر لي البكار وعطني السيناريو المتوقع باكر والتيم. نعم. عندك جمالة بكرة بن شاسبي، بكرة هيدوم تسبقني في المرموم الشوط الأول. عندك ترميج لأحمد بن عبيد بن مبارك يا الثاني في مهرجان الشيخ محمد بن زايد الشوط الخامس في المجموع ورا وزة بكرة النعيمي، وأمس يا الثاني في ورا فوارس بكرة بن زيتون. عندك منهج محمد بن مطر بن دحروي، منهج أمس سابقه هني في المرموم مش أسبوع، هذا الأسبوع القبلي، وما شاء الله نهاية مش بسيطة. نعم. عندك شعار محمد بن زايد المنصوري، سيل حارب بن مغير سابقه في سويحان لها نهاية طيبة. العزرة الهادف بن حمد بن عفصان أمس حصلت على المركز الخامس على الرمز في ميدان رماح. عندك طوع بكرة سعيد بن دري. عندك فواصل محمد بن زايد المنصوري، مزيونة لسعيد بن مطر الرميثي، أعتقد بكرة هاي بنت الفايس بقت أول وقت في الوثبة، بكرة سحامة بكرة سبوق. عندك شعار بن نصرة، بس نحن نشوف حضور شعار محمد بن زايد المنصوري كثافة في الشوط، شفنا السنة عنده لقاية وفرت اللقاية مثل غبة اللي رشحها بو سلطان، كذلك بينونة. ممكن نتوقع الحضور يعني من اي شعار
لكن المنصوري متمكن من ناحية العدد والنوعية. التيم حمد، والله التيم ما أقدر أقول لك عن التيم لأنها الحلال أعتقد أنه بيثيم لأن كراكض هني في المرموم السنة كتواقيت سجلن حتى 25 27. طيب يدك رسالة أنت شيء؟ نعم. أشوفك من تلبس النظارة شيء أقول يا الله يطلع مسجة أن الطوع مأخوذ عند عيد بن نجم العطوي. ما أسمع. عند عيد بن نجم العطوي. العطوي. إيه نعم. راعي تبوك أظني. راعي تبوك. مشراي عند بكرة بن دري. أها. شو رشحت بسعيد أنت؟ أنا رشحت بينونة. بينونة. مع صرت مع حمد. نعم. وأنا ترشيحي غبة ما أعرف شيء عن البكرة وأنا مش متابع كثير. أنا عندي معلومات عن بعض الأبكار. تعالوا ويانا. أنت. لا أنا للأمانة رحت مع أبو سلطان. ما تبى وياي. لا لا. أنا تراك وياي. ونعم في في الحلال كل اللي. بكرة هاي ما أخذ كاسة في السوان. نحن ترى في النهاية واحدة. ما شاء الله الحقت واستلمت أمس في الماح اللي هي غبة. نعم. فأنا رحت مع أبو سلطان يعني تيمنا بمقولة ترشيح بن غرام ما يسك التراب كان هذا ها؟ كان لا بعد ما زاد ما زاد أحمد بالعضيلي توقعاتك أنت وين رحت عند منو؟ أنا رشحت علاج عند غبة لا أنا رحت مع سلب محمد بس برجع لك بوجه أنا رشحت علاج علاج نعم علي بن مطر المايد بن أحمد بن مطر بالمايد وخطير بعد أنت من تشوف هذا الشعار شعار لاي ثالث بالرماح في المملكة هي وهني لها عدة مشكلة شعار مزعج نعم لا شعار مزعج اي رجل وذاكرة قوية مزعج جدا ابو احمد الله يعزك والله يوفق الجميع اللي لاحظناه اللي يقدم في مركاض رماح اليوم اداهن ثقيل مش اداهن الاولي طيب محمد بن فيصل ما في مشاركة سعودية في الشوط اشوف لا والله ما فيش مشاركة ليش والله توهم مشاركين في السعودية وفي مشاركات ان شاء الله في السن الكبير اعتقد في السيارات في مشاركات في السيارات نعم نعم في انت ليش رحت مع غبة تملك معلومات عنها غبة عمرك وصيفة الرمز العام والسنة شفنا منها ركض في رماح ركض طيب وتوقعنا انها عدها لركض ولي العهد نعم اذهب للشوط الثاني شوط القعدان المفتوح وابدأ مع كوكب زحل لمنصور بن محمد بالويع الخيلي الختال حمود بن أحمد غمال الحرسوسي مخلص لسعيد بن سهيل بن دليوي الاجتبي هرمز لناصر بن عامر بن سعيد العمري مستحيل عبد الله بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري نايف لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي تنبيه عبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري العدملي سهيل بالطوير الأسود محمد العامري سليماني الله على الاسم محمد زايد محمد المنصوري قاطع شعفوري بن مسلم بالزفنة العامري رهو محمد بن حمد بن فطيس المري المختبر علي راشد بن سعيد النعيمي بتار قطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي ميسور أحمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيلي قيصر أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري شاهين حميد بن محمد بن عبد الله العرياني وعندنا آخر الأسماء مغادر لسالم بن حمد الشباني الاجتبي شباني الاجتبي ونعم يا هي أسماء ويا هي ترشيحات يذهب دكتور سعيد بالشرقي مع ميسور حمد الغفلي يختار الختال أما سالم بن حضيرم فيذهب مع نفس ترشيح الدكتور بالشرقي ميسور وسهيل بطي بن غراب يذهب مع نايف وأحمد بالعضيلي مع السليماني ومحمد بن شريم يذهب مع العدملي وهيثم الحمادي مع نايف وأنا موقع كونتراكت اليوم مع سهيل بطي بن غراب في الترشيح رحت مع ميسور ليش شوف ركاب بن مايد كل مال أداهن في تصاعدي القعود هذا جاي ثالث أمس السعودية والله أقول لك شيء حمدون مو بتصاعدي ما شاء الله دخل آخر يوم وخذ حصيلة الأسد لا بس ما شاء الله هجن الشيوخ فارق نعرفه لكن هجنه عنده خطة لا تلاحظ دائما في الختاميات يكون هو يحصد حصد طيب نعم فميسور بن مايد دائما إذا دخل يكون نتائجه زينة وقعود مادي كان نعم سيارة
ما اخذ سياره في الديت صح ها ما اخذ سياره في الديت يقول حمد رشحت منو بس الختال الختال نعم والله رشحت الختال وصيف الرمز امس في ميدان الرماح وصيف الشوط الرئيسي وصيف الشوط الرئيسي وخذ السياره في الديت الفتره الصباحيه مهرجان الشيخ محمد بن زايد وعقبها سبق في ميدان الوثبة يعني ها من أثبت الجعدان اللي شفتناه السنة خذ سيارة في الديت عقبها سبق وامسية ثانية على الرمز ودخل هو ميسور على الخط رباعي نعم دخل هو ميسور نعم وفي جعدان هيثم صراحة ترشح مثل العدم اللي قعود سهيل بالطوير أمس سابق في رماح الشوط الأول الصبح والسليماني لمحمد بن زايد المنصوري أمس سابق في رماح وراهو لمحمد بن حمد بن فطيس سبق عصافة الابطان في ميدان الرماح يعني عندك 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 في جعدان شاري توه بن فطيس لا قعود هاي شهرنا يكون ثلاث شهور قعود سعيد بن مبارك بن حليس عامر بن سعيد نعم نعم سابق ولد الخروف قعود سبوق طيب محمد بن فيصل رحت مع العدملي نعم تتابعت اكيد لان حمد بعد تكلم عنه ليش تضحك ابو سعيد ما شيء الغالي لا هي في حمد في إشارات أرواحنا هي حمد الغالي لأن اليوم حمد غير مكانه بعد تعليمات من العظيرة في إشارات داخلية بس انت كل في حلف وحلاف كل مرة تمر بالحضيرة ما يشتري لا ما بمر أنا توني خذت كذي الحين بديت معاك الحين برد عند أبو فيصل وبرد كذي جاي وبنوع الأمور طيبة الأمور طيبة بعد ملي بعد مشاركته في الشوط الأول في رماح سبق طيب والله مع قعدان بعد سابقات كلها والترشيح يضيع بينهم في سليماني شاريه محمد بن زايد بعد سابق فرماح عندك راهو سبق عصاف البطان ما عنده منافس ما شاء الله يعني الأسماء كلها مصنفة للرمز نعم نعم يعني أسماء قوية نعم انت ذات مع السليماني أبو محمد شفت له ركض السليماني نعم مش رأي من مهرجان الملك عبد العزيز اللي في رماح ودائما المطية يوم تنتقل من عزبة لين عزبة خاصة تغير تتطور عزبة في مستوى عزبة محمد زايد يمكن أنها تعمل فارق بالمستوى وقبلتها زينة ما شاء الله العزبة الشعار ماشي نعم انطلقة انطلاقة قوية نعم الشعار يستقطب السبق وفي نفس الوقت يوصل السبوق مستواها زين هذا الشعار بعد يعتمد على الكم والكيف يعني ينوع يزيد في الشوط كم عنده في الشوط أبو زايد عنده اسم واحد صحيح في جعدانه نعم عنده يعني على غير العادة يضخ أكثر من اسم لا هو دائما لو تلاحظ في كل الأعمار ما عنده تركيز على أشواط القعادين والزمود أكثر تركيزه على أشواط البكار وخاصة في الأعمار في البكار في البكار يعني. أوكي أبو سلطان رحت مع شعار بن مرخان اللي يعني في السعودية كان متوقع أنه يظهر وما حالفه التوفيق البوش اختلني لكن الشاب مرخان السنة كان طيب وأقول لك من هالحين بعد شايل بيدنا أداء غير الأداء اللي شفتوه لا طالع الأداء اللي صار في السعودية البوش ما لأن على فكرة محمد سلطان في حسبة النقاط نعم. يزاحم على الصدارة اي نعم ما في, في, في السعودية ما أدى الأداء اللي كنا متوقعين نعمنا ومتوقعنا رعيمنا المطية تختل ما تعرف شو الظروف اللي تصادفها المشاكل اللي تصادفها لكن إن شاء الله من هالحين السائر أكد لك أنها بيمون البوش ثابتات وجودا وبيرد المستوى اللي تحيدونه الطبيعي شعار بن مرخان بكرة راح تكون له كلمة أبو نعم اليوم في الحجايج ثالث ورابع يعني أنت ما رشحت شعار بن مرخان لا أنا رشحت ميسول أحمد بن مطر بن مايد الخيل لأن شفناه في مملكة مركاضة قوي في شوط الرمز يا ثالث يعني جعادين متقاربة طيب نعم. طيب اعطوني الشوط الانتاج راح يكون شوط منتظر بكل تاكيد وشوط ما شاء الله مزدحم ب 46 اسم يا ابو سلطان ما شاء الله تبارك الله 46 نذهب لي الاسماء بشكل سريع عشان الوقت الدماني لمبارك بن راشد بن مبارك بالجافله الحميري شراغه سهيل بن سالم بن سهيل العامري غرام احمد هلال احمد ابراهيم الشاهينيه ساري محمد بن بلوش المزروعي مشاكل راشد بن محمد بن دحروي العامري ناصيه خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك الحميري الدانه مبارك بن سعد بن سعيد وضحي العامري غزل سهيل غانم حميد النعيمي النايفه راشد سالم حبيب الهشامي الظفره محمد زايد خلفان المنصوري نصيبه احمد الحزمي بن قناص العامري عزايم سيف بن سلطان بن محمد العرياني شخصيه ناصر علي حبيب الهشامي بينونه محمد بالحزمي بن قناص العامري ربشه مبارك مظفر محمد
العامري، راهي، سعيد مسلم، سعيد المنهالي، غزر، عبيد محمد، عبيد العامري، الشهامة، محمد سلطان، بمطر، بمرخان، الجتبي، بشارة، عمران، حمد، محمد العامري، فوارس، محمد بن عتيج، بن زيتون المهيري، الوسمية، الدودة، بن سالم، بالأسود العامري، عسيلة، مبارك، بمبخوت، بالعضيلي العامري، النصيبة، محمد بن حمد راعي الشيجه العامري، الرقود، سيف بن علي بن سالم العامري، محنة، منصور علي سالم العامري، الرباط، دكتور راشد بعد يحن على الرباط دكتور. هذا اسمه خلي. الحين ودوه مرشوس الحين ودوه شرق بعيد دكتور راشد بن حمد بالزمن. أظني بنت ناقته السبوق الرباط. الرباط. شاف جف. إيه ما شاء الله. شاهينية حمد بن سعيد من خبارة المحرمي. أنا قلت أبغي مكالمات سالم إذا في مجال، سعيد بن دري، محمد سلطان بن مرخان، بعض الأسماء. لأن بدينا سن اللقاية نبغى ناخذ شوية معلومات من الملاك، واتفقنا مع المشاهدين أن ناخذ أكثر عدد من الملاك. سالم عندك الكشف، روح لي في اللقاية المرشحين اللي يرشحوهم الشباب لو سمحت من فضلك. ترشيحات المحللين، دكتور سعيد بالشرقي ذهب مع الظفرة، حمد الغفلي اختار فوارس، سالم بن حضيرم راح مع الشهامة، سيل بطيب غراب رجع للظفرة، أحمد بالعضيلي راح مع عسيلة، ما شاء الله اختلفت الأسماء، محمد بن شريم مع فوارس، وهيثم الحمادي مثل ما قلنا مع سيل مغراب راح مع الظفرة. إذا اثنين راحوا مع فوارس وثلاثة مع الظفرة، وأحمد بن العضيلي ذهب مع عسيلة، سالم بن حضير مع الشهامة. خلني مع بن حضير محيط، أنت رحت مع الشهامة. نعم. شو نعم؟ ليش؟ الشهامة هنا مركضة عندنا وصابجة. زين. نعم. وأنا شفت أداء. ولا عشان ما رشحت بن مرخان في الشوط اللي قبله. لا. ترشح بكرة أنا شايف لها ركض بكرة سابجة وركض حشاوينة الليلة ثالث. ليش تهز راسك بو محمد؟ يعوض اللي راح. لا لا ما عوض اللي راح. يرضي الأطراف قصدك. لا لا لا. لا أقول خلكم شوف أنا صريح مع الرجال. يتقبل وبسعيد ما عنده مشكلة، أنا صريح معه. هل أنت تبغي ترضي كل الأطراف؟ لا أنا الغالي هاي ترجيح ووجهة نظر. منطق. نعم. منطق وجهة نظر. نعم. عزبة محمد سلطان ركابها متقبلات وقبلت تنطيبة، وبكرة هذه ساب جهني سبقها قوي. نعم. من هذا الأساس رشحناها. طيب طيب. نعم. ممتاز. عسيلة بالعضيري. ليش رشحت عسيلة؟ والله أنا لو من الأساس يعني لو ما كنت مرشحها للشوط ما سجلتها في الشوط. صح أشكرك. أنا راح عن بالي ما انتبهت للأسماء. أنا ما انتبهت. توني نادي الأسماء. زين أكيد بترشح مطيتك. شوف أبو محمد نحن ترى قلنا من البارحة نحن وياك وأكيد نحن أنا والله شوف أنا يعني أتمنى لك وأتمنى حق الجميع، بس أنت أكثر واحد بتكلمنا عن المطية. الحين كلمني عن عسيلة. بس ايه تبغى فيها بعد اللي قال لك انا اشحن على ثقه فيها يعني صح. لو بكفو ما حطيتها في الشوط. لا مو بكذي بعد مظفر بيزعل. فهذا الرجال له نظره في الرشاب اصلا. نعم. لو ما رشحها بكر اخر مشاركه لها في الشوط الاول في ميدان رماح حاصل على المركز الثالث. نعم شايفين الداخلات يعني فوتو فينش تقريبا مع المراكز الاول والثاني شوط، وكان عليها شوي تاخير صارت بعض الظروف في الشوط وما خلتنا نشوف البكرة. أنا ما بسألك عن طبيعة ركض البكرة، بارحة سألناك ويمكن السؤال. لا لا سألني عادي طبيعة تأخر البكرة، لكن في النهاية عندها نهاية إن شاء الله. ما لومك مظفر يا مرمس عن الموضوع. لا 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 عادي بس حفزان أنت شوي ومحمد بعد. لا اليوم أنت غير مو على بعضك. ها حفزان تباني أخبرك ليش حفزان؟ ليش؟ لأنه يفكر أداء الحقة الأداء مش هو المطلوب، وخايف على اللقية نتأثر مثل خدتها، لكن إن شاء الله نتعوض. يصير نتأثر. على الكاب لازم يفكر، لازم يفكر إذا شار بكرة اللي يبغي أداها ما يبته. إيه؟ يتم يفكر في أماته شو يسوي كيف تعدل فيه. هذا ما أتوقع، أنا أتوقع النظري بس ما أدري. طيب. ما تقول للطيب. أبو فيصل وين رحت أنت؟ مع فوارس. مع فوارس. نعم. عشان الاسم اسم المالك اكثر ولا شفت المطية؟ لا والله المالك. المالك ما شاء الله يعني كبر على الله ملك الحمد في رماح يستاهل في رماح. بس الشوط ابو سلطان يعني فيها سامي قويه لها انجازات هذه السنه، وفيها سامي قويه لها انجازات في سن الحقائق. طيب. موجوده في الشوط ويعني. طيب. غير الاسامي اللي احنا تطرقنا لها او الاسامي اللي اشرها الاخوان.
تتكرر الشباب. عندك أسامي كبيرة يعني مثل عندك الأسامي اللي تحضرني مثل الدانة بكرة مبارك سعد سعيد حيه العامري هذه وصيفة الرمز في جائزة الزايد الكبرى وعندك النايفة راشد سالم حبيب الهاشمي هذه مسجلة توقيت طيب ومركات طيب هنا في ميدان المرموم عندك ربشة المبارك بن مظفر بن محمد العامري العام ماخذه كاس الحقائق في ختام المرموم عندك النصيبة لمحمد بن حمد راعي الشيق العامري صاحب التوقيت المميزة وسابقة في مركاض رماح قبل أسبوعين تقريبا وغيره وكثير وكثير من الأسامي اللي عندك الرباط حاصل على المركز الرابع أو الخامس على الرمز في ميدان رماح وأسامي يعني لها ثقلها في الشوط و أبو فيصل عندك تعقيب على الكشف تبغي تقول شيء بعد لأن أنا قاطعتك عندي في بكار واجد منافسات وسابقات منها ناقة رعشيقة سبق وجيب تيمات بعد أها دائما يكون تيمها يا أفضل تيم يا يقارب لأفضل تيم طيب حمد وين صرت؟ أنا رحت عند فوارس فوارس أمس سبقت في ميدان الرماح وسبقت ما شاء الله مترخية وبكرة نهايتها قوية يعني من خيرة الأبكار اللي أركضهم بالزيتون في ميدان الرماح عندك الشاهينية الحمد بن سعيد بالخضارة المحرمي سابق الشوط الأول في الوثبة في آخر تمهيدي أوكي. بكرة يعني من الأبكار السبق بكرة راعي صوغة عندك النايفة مثل ما ذكرها الشاعر أعتذر على المقاطعة شيء ببطيء نعم. لأن معانا اتصال معانا صاحب ومالك شعار الظفرة محمد بن زايد المنصوري اللي نتشرف فيه موجود معنا وكما عودناكم مشاهدين الكرام في حلقاتنا اللي راح تكون في رموز الجماعة تحديدا راح نشرك أصحاب الحلال لأنهم أيضا أخبر بحلالهم نعم وأفضل ولهم الحق لهم الحق حياك الله يا أبو زايد ومساء الخير مرحبا مساك الله بالنور يعطيك العافية ويعطيك الصحة عساك طيب بخير سرق الحال طيبين الله. الحمد لله وش حالك وش حال الربع طيبين أبشرك الربع طيبين أنا أسمع بوضوح بس بيرفعون صوت بوزايد شوي من السبيكر بوزايد نقول لك مهرجان طيب كلمة قبل ما نبدأ معاك في أشواط باكر لكن هذا التجمع هذا المهرجان اللي نحن نشعر فيه يا بوزايد وكأنه ختامي مكرمة مبغريبة على أبو راشد تفضل والله أول شيء أمسي عليك بالخير وعلى الربع اللي عندك كلهم الله يحييك بالخير والعافية وبالنسبة للمهرجان هالمهرجان مو غريب على أبو راشد نعم توقعين منها اللي أكثر من هذا مو بالله هذا المهرجان من أبسط المهرجانات اللي يقدمها أبو راشد وأبسط المكرمات صحيح أبو زايد بكرة الانطلاقة الحقيقية خلنا نقول لشعارك في سن اللقاية الحلال ما شاء الله أدى أداء جدا ممتاز في المملكة العربية السعودية وكيف راح تواصل التألق هذا باكر؟ والله يا هم بشرك الحمد لله مستعدين وجاهزين ومشاركين وأهم شيء أن نشارك في المركز هذا المركز المشاركة فيه هي ناموس صحيح أنت من الملاك اللي تدعم العزبة دائما بمشتريات ما شاء الله تبارك الله ما توقف يعني يمكن أنا يمكن اليوم أنت مخلص صفقة ونحن ما نعرف بعد إذا بتعطينا آخر الأخبار بزايد والله نشتري في المطار طول عمر المعازيم كل من اشترينا سبوق وخذت رمز ولا خذت سيارة نعم اشتروها صحيح. ودعم المعازيم هاي دعم معنوي لنا ونواصل المشترى نعم كنا نتكلم قبل شوي عن شعارك وانت ما شاء الله في الشوط لما تدخل يعني نوعية وكيف وكم في الشوط حتى بالعضيلي قال محمد زايد يركز على البكار أكثر تحب الابكار اكثر نعم والله تعرف الشوط الابكار هو الشوط الاولي صح وهذا اللي خليني اركز عليه العربي ويجدون اللي يسرحون ولا يروحون من اخذ الشوط الاول نعم صحيح ولا بالاشواط الباقيه بصور ورموز لكن هو دعوه الشوط الاول خليني اروح معاك للشوط الاول منو رشح من عند شباب من المحللين رشحنا بينونة رشحوا بينونة منو رشح بينونة أنا رشحته حمد الغلي نعم حمد وغبة يعني الأسماء المحللين راحت معظمها مع شعارك سواء غبة أو بينونة
والله نحن مشاركين المطايا مستعدة وجاهزة وسبك وكل الربع اللي مشاركين هي أنا أخواننا كلهم مستعدين للشوط هذا مثل ما نحن مستعد. نعم. والسبب قسم ونصيبه هاي مخلفات الهقاوي يوم لك ويوم طيبك. طيب شوف سالم من حضيرة أنت من عطيت اللقب هذاك وهو يعني متغير علي تحيد فرماح. شو سميت؟ ما ذكرت اللقب بس اللي قلت اللقب هذاك. لأن أبو زايد ما يستوي تلقب واحد تخلي واحد ما يستوي. لا لازم تذكر اللقب عشان لقبك. طيب بنعلنها للمشاهدين يستاهل طبعا محمد زايد المنصوري ومباب حب طبعا وان هذا الرجل معاه في الركض ويعني جزاه الله خير داعم للبرنامج حتى حاله حال بقية الاخوان من الملاك وقال انا اطلق على سالم بن حضير ملقب شو سمك نجم الشاشة هو حافظنه ما شاء الله اطلق عليه نجم الشاشة ويستحق نجم الشاشة مساء الخير ابو زايد أبا سؤال أبو زايد العالم تسأل عن البكرة اللي خدتها من ميدان رماح قال أبو زايد له نظرة يعني بكرة ما أخذنها من أشواط السيارات هل هي موجودة هني في 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 شوط الرمز ولا لا بنت ب... نعم لا والله يا أبو غنيم هاي النوقة انتقلت إلى مؤسسة سجن الرئاسة زين بينونة هي اللي ما أخذ الكاس في ميدان السوان بالرشيد ما أخذ الكاس بشاير لا والله لا بينونة مشترنها قبل يمكن شهر ميدان دبي نعم أنا أخذنا معلومة عند أبو فري الغالي أعطانا معلومة غلط يموه أبو فري والله أتوقع كل شيء الكرات كلها سبق مرشحات والسوق قسم ونصيب زين سهيل بن غراب عنده مداخلة تفضل مرحبا بخير يا أبو زايد شايف الحال مرحبا أبو سلطان ومسهلا اقول لك رب الشيء هذه رب اللي ما اخذنا العام انت سيد المطر اللي جاي ثاني على الرمز وامس سابقه في الرمحيه في الشوط الاخير ايه الله يوفقك الله يوفقك ابو زايد وياك الله يطول عمرك انا بس اذا حد عنده سؤال انا عندي سؤال اخير حق ابو زايد حد عنده مداخله اذا ابو زايد بتخصنا بخبر اخر مشترياتك في الشعار وتدعيمك للعزبه والله بشرك المشترى مستمر الحمد لله دام المعازيل دامين نبدل المهرجانات ذا المشترى نحن مواصلين إن شاء الله على نفس المنهج يوم طال عمرك شوط السيف إذا تذكره وشوط الرمز الكبير الأخير في الحول في المملكة العربية السعودية التقيت معاك وقلت لي هيثم نحن عادين للشوط هذا وخصة الناقة اللي كانت عند خالد بن فيصل بن شريم الاعتدال اللي عديتوها للشوط قلت لي اذا اشتغلنا عليها من بدايه او من قبل المركاض فهذا مؤشر يعطينا يا ابو زايد انكم ايضا من الان خطه السيف سيف الجماعه جاهزه صح والله مستعدين للسيف ولا هو بداخلهم خيره لكن ما نقدر نعطيك المؤشر الصحيح لأن النظام اللي في المملكة العربية السعودية والنظام اللي في دولة الإمارات يختلف ايه صحيح في مسبقة عندنا نعم والمسبقة تعرف في مطايا تعدي وفي مطايا ما تعدي ما يقدر الإنسان يحكم قبل صوت المرحلة الأولى نعم بيكون معنا حديث أكيد قبل شوط السيف وبعد ظهور الكشوفات آخر سؤال دكتور بالشرقي تفضل مرحبا أبو زايد مرحبا دكتور مرحبا والله مسهلا يلا حيه شو رايك انت تطالب ان يكون النظام نفس نظام مركاض السعوديه ولا لا والله يا ابو يا دكتور ايش بقول لك النظام المريح لهالهجل مع زي ما يدورون راحتنا ويدورون الشيء اللي في مصلحتنا واللي في منفعتنا ولا يخسرنا نعم معناها النظام ركض السعوديه يقول في دود مو في نفس نعم وأنا أتوقع أن يكون لهم نظرة في هالنظام الحالي وهم أصحاب الرأي والشعب وتأكد يا أبو زايد أن معازيبنا اليوم في دولة الإمارات وفي الخليج ما بيسوون شيء إلا في الصالح العام والدليل أكيد. ما شاء الله ازدهار الركض السنة هذه اللي العالم يمكن قبل بداية الموسم أو مع انطلاق شارة زايد الكبرى كان في شوي من التخوف على الحلال ما في مشتريات السوق نازل كذا اليوم أنا أشوف السوق انتعش الحمد لله بدخول المملكة العربية السعودية تأسيس اتحاد هجن في المملكة مملكة البحرين كذلك أسست اتحاد الآن شارة أو مهرجان الشيخ حمدان الله يطول عمره انتعش السوق بزايد شو
الله يطول عمرهم ما علينا نصور من شيء. امين. انا شاكر لك بزايد المداخله، تعاونك مع برنامجنا برنامج اهل الهجن، اختيارك هذا المنبر للحديث وابداء الراي وتقبلك للاقتراحات او مداخلاتنا، نشكرك بزايد الله يوفقك. مشكورين ونشكر غلام الدبيرسين ونشكر اخواننا المحللين على كل ما يقدمونه وجوههم. والشيء بالشيء يذكر بزايد، تحياتي للوالد، نشكره على الـ الـ على الورد اللي طرشه البارحه وعلى الكيك الله يطول عمره. تحياتي لعامر وبقيه على وجهه طول عمرك تسلم كل خير. الله يطول عمرك. تسلم يا ابو زايد. مشكورين مرحبا. شكرا يا ابو زايد. خلصنا، نحن انتهينا من الكشف الرابع، باقي الجعدان الغالي. باقي الجعدان. طيب حمد، انت كنت بس قاعد تتكلم في معلومه، انا قاطعتك. نعم انا تكلمت عن اللي هي فوارس. ايوه فوارس امس ما شاء الله ركضها متميز. الشوط في وفره سباق، يعني في توازن بين توزيع السباق في الاربع اشواط، ما في شوط تقدر تقول انه في عدد السباق اكثر. نعم. من الثاني. ممتاز. اذهب لي الشوط الاخير، شوط القعدان مشاهدينا الكرام، اخر اشواط الانتاج او اخر اشواط الرموز، الذهب احمد بن مبارك بن راشد بن مبارك بالجافله، غياث حمدان بن محمد بن حمد الاحبابي الشقردي، سلطان بن سعيد بن غانب بن يريو المنصوري، الشبل حمد بن قنازل بن حمرور العامري، مساح سعيد بن خميس بن سيف الحساني، الجارح محمد زايد خلفان المنصوري، حطاب عبد الله محمد زايد المنصوري، سرمد محمد بن سالم بالعود العامري، الضبي علي بن حمد بن عفصان المنصوري، المختبر طرشون بن حمد بن محمد العامري، الضبي خزع بن عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري، زعفران محمد بن سلطان مرخان التتبي، جمران حمد محمد راعي شيجة العامري، الغرنجي سالم عبد الله سالم بن سعيد العامري، بسألك عن معنى الاسم هذا يا ابن حضيرن، شاهين سعيد بن مسلب بن قنزول العامري، لا تخبر حمد الغفري، فكر بروحك او ادخل على جوجل، حطاب مطر بن احمد بن حمد وراعي شيجة العامري، مداوي احمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيلي، الحجاج حمد راشد بن حمد بغدير الاجتبي، الواصل حمد بن غانب بن علي بن حموده الظاهري، والشامخ سيف بن هلال العليلي. ترشيحات السادة المحللين الكرام، دكتور سعيد بالشرقي ذهب مع حطاب، يا شباب مش خطاب، خطاب ولا حطاب؟ حطاب حطاب حطاب، هم كاتبين ظني خطاب، انا ما اشوف، صلحوها شباب. حمد الغفوري ذهب مع زعفران، سالم بن حضيره من الحجاج، سهيل بن غراب مع مداوي، احمد بن عضير المختبر، محمد بن شريم الشبل، هيثم الحمادي مداوي، لكن شايف في تنوع في الترشيحات، تنوع في الترشيحات يا ابن حضير بتخلى لو صورته تحت الهواء بس. الله يعين حمد الغفوري. ابو سعيد انت متذوق الشعر، المفروض تعرف معنى الكلمه. ايه صح، يلا يا متذوق، شو معنات الغرنجي؟ الغرنجي 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 الغرنجي، شو قال الشاعر؟ ها شو قال بني حد؟ عاد هاي شغلك انت في قصيدي وانا بتبعك كمان. ها ما شيء اجابه؟ غرنجي الحش المدلع. المدلع اسمع اسمع شوف سلطان. عاد انت استشف المعنى من عندك. يلا جهز لك يا عيد العيد للبيت عشان لا الغرنجي. انا بعد غلط. انا ما اقول له وراه هيثم، يوم هو يغني غني وياه. محمد بن فيصل وين رحت في ترشيحك؟ مع الشبل. الشبل اي نعم، اللي حمد بن قنازل بن حمرور العامري، ليش اخترت الشبل؟ الشبل وصيف الرمز في شارة زايد الكبرى، وسبق عنده في الوثبة وفي المرموم. كيف طبيعة القعود؟ والله طبيعته يجي في من كيلو الأخير يطلع. اها نعم. احمد بالعضيلي رحت مع المختبر. اي نعم، المختبر هذا قعود عند بالمرحوم مسبوق، سابق في الوثبه كذا مره، شايفه سابق. وفي مهرجان اركض في الكبرى، وصيف الرمز اعتقد في الكبرى. أيه. وفي مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حاصل على المركز الثالث على الرمز. ممتاز. بو سلطان انا رحت معاك تراني بعد. انت هذا ما ترشيح من اسمه هذا صح؟ احمد المطر مداوي بيداوي باكر. بسعيد حجاج
تعود له سبق هني وامس في متى سبق هني اخر سبق له متى كان؟ سابج في ميدان الذيد في مركات تمهيدي الحجاج وسابج في ميدان راس الخيمه هو وياي سات في ميدان رماح على الرمز بس ما ادى الاداء المطلوب منه يمكن باكر يجيب ركبه يقعد شعار النبه باكر شعار النبه نعم ايه. وهو سلالته سلاله بعد سلاله الشباب بالغالي نعم ابن الشبابي امه وزن امه وزن ابوه الشبابي وزن وزن ماخذها عديد من الرموز ماخذها نعم. ماخذها رمز الثنايا هني في ختام المرموم ولا نعم. عديد من الرموز نعم حمد ترشيحك والله انا رشحت زعفران محمد بن سلطان بن مرخان قعود العام شفنا ركضه مميز السنه له سبق وذخره للمهرجانات بس بذكر قعود هيثم اللي هو الذهب لأحمد بن مبارك بن راشد بالجافلة وصيف الرمز في شارة الشيخ محمد بن زايد ويمكن طلع الذهب والمختبر طلعنا يمكن من بداية الشوط رباعة دارت من بينهم المنافسة ممكن أنهم بكره يطلعنا رباعة عندك الجارح لمحمد بن زايد المنصوري ماخذ سيارة في السوان عندك حطاب العبد الله بن محمد بن زايد سبق في ميدان الظفرة من أيام قبل مهرجان المملكة العربية السعودية قعود يمكن ما شفناها وايد في يعني في الركض المنقول القعود هذا خطير جدا اللي هو حطاب المختبر مثل ما تفضل الشاعر عندك أيضا حطاب المطر بن حمد راعي الشيجة مداوي والحجاج الحمد بن راشد بن غدير ممكن كسيناريو شوط الذهب والمختبر هن اللي بيقود ان مقدمه الشوط جعدان سبق تقريبا الترشيح دار بين اللي هن الجعدان المصنفات في الشوط يعني مسج حمد واحد كاتب لي بسلطان الشوط الثالث ما تنسبق البكره اللي هي اسمها الشاهينيه في الوثبه يا بتيم 7:36 بكرة بالخضاره هي بالخضاره قال قال لي حمد يعرفها عدل البكره هاي سابقه الشوط الاول في ميدان الوثبه وبكره نهايتها مش عاديه وبكره ترشح بس احنا من شاب ما حد رشح ورشحنا هو انا رشحت فوارس لاني شفت ركض فوارس دخلت في مهرجان ترى احنا بعد ننوه يا اخواني ترى اكثر من مطيه ما شاء الله سبوك في الشوط اي نعم نكون واضحين قدام الجمهور نعم كلهم مركضين هاي بون الرمز اللي في اللي في الكشف زين ما حد دخل مطيه في الكشف مالها الا انها مأهله الا انها مأهله في الشوط لكن ركض الركاب هذيلا له مواسم شيء من الركاب في بدايه الموسم كاسرتين وكانت متالقه ومستواها راقي جدا وشيء من الركاب في نص الموسم وشيء منهن في صادفة الختاميات وفي لكن سبوق بكرة وفي سبوق ما تكون في يومها نعم لكن بكرة يمكن شيء من الركاب اللي في بداية الموسم مستوى عندها نزول بكرة تعود لمستواها وممكن شيء من الركاب اللي أدت مراكيض قوية في المراكيض الأخيرة بكرة يكون عندها نزول شيء من الحلال يكون في صعود مستوى وشيء من الحلال يكون في ثبات وشيء من الحلال يكون في نزول مش تقليل في مستوى سبق الركاب لكن ركض الركاب له مواسم ابو فيصل بعدين فيه ميزه في رموز بكره اكثر المطايه المسجله عندها ركض عندها سبقه يعني تقريبا من اسبوعين ثلاث اسابيع يعني ما تقدر تروح ترشحها على ركض بعيد كلها مديه إيه بس 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 هل فعلا يا دكتور ان المطيه صعب تؤدي اداء ركضها طول الموسم لا نادر يعني ما تي لا ما تقدر ما تقدر قليل جدا يعني من النوادر اذا مطية بتأدي ها لكن اذا اركضت في ريس مثلا اسلوب بن زايد محمد بن زايد يركض الصباح شيء عصيا في البطان تسبق ما يكلمهن يبغيهن للرموز وفي غيره يحضر حق معناه يعد حق مركاب ثاني نعم يعني يتكلم عن المطية نفسها اما المنافسه يكون عليها خلل وعليها تاثير اي عشان المطيه ابو سلطان لها قمه ركض وهذه قمة الذروة هذه يوم توصل القمة اما يعني انك تحافظ عليها هذه صعبة لكن انها ترتقي يعني صعب تسوي لها ابجريد يعني صعب لا 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 ويمكن فوق الصعب بس ركض الركاب سبحان الله له مواسم شيء من الركاب ركضها يجي في الصفري صح بداية الموسم شيء اخر الموسم وشيء اخر الموسم هذا له ظروف ثانية شيء من الركاب ركاب شيء من الركاب لا والصحة عامل اساسي الصحة
وبعدين سبحان الله السبق ما يدوم عند واحد، وهي حكمه من رب العالمين. لا وفي حلال ما يدوم عند حد، يعني تلف في الدائره لازم. الله يرزقك بسبوق وكل موسم الجاي ما يسمع. لو مسك ابن حضير ما اعطى حد شيء، الباقي خذ كله ضبي. ابن حضير يمكننا لو مسكناه ما بينا. في نقطه هاي. تفضل تفضل حمد. زين بسيط هو يفرح عليك الدكتور عدى في سبق الشاهنيه يوم تاخذ السيف الغالي من كم من سنه ما جاب لنا وحده مثل الشاهنيه. تفضل حمد. نقول لك معنويه هالمركات تكفي قبل كل شيء، معنويه المشاركه فيها انه يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد. صحيح. الشيء اللافت في النظر توازن النوعيات بين الاربع اشواط، شفناهم في الحجاج كل شوط فيه سبق، يعني ما في شوط في مطيه تقدر تقول انها فارقه عن الحلال اللي عندها في الشوط. ممكن من بدا الموسم كعدد نشوف مثلا اللقايه يحضرن بالعدد هذا وبالكيفيه وبالنوعيه. نشوف اليوم حضرت في مهرجان الشيخ حمدان بن محمد. نعم. والسبب حب أو الرغبة في المشاركة في هذا المهرجان، والنوعيات اليوم ذروة ركضها، والمطية اللي تأخذها اليوم أو تشتريها اليوم يعني من عزاب أصحاب السمو الشيوخ تلقى نوعيتها تلقاها تستمر عندك تعطيك في المهرجان اللي أنت مثلا تستهدفها مثلا بعد ثلاث أسابيع أو بعد شهر. نحن شفنا نوعيات اليوم انتقلت ملكية الهجن العاصفة من خيرة النوعيات اللي شاركنا السنة عندنا في الموسم. نعم. لذلك بس أنا بعقب نقطة على كلام أبو بطي بالنسبة لمستوى الركاب اللي موجودات في الشور. السنة تمييز ميدان المرموم وميدان الوثبة بالجوائز عمل نوع من الفلترة للهجن قبل الختاميات، فأصبحت مثل عملية المقياس، أصبحت مثل المهرجانات المصغرة، وهل الهجن تلاقوا وكل طيب. نعرف مستوى مطيته وعرف وين يأهلها لأي شوط من الأشواط. طيب ينضم إلينا على الهواء الجري سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي أحد المشاركين بقوة يوم الغد، وهذا الموسم بادي تجهيزه بشكل طيب، نقول الله يوفقه ويوفق بقية الإخوان اللي معاه في أشواط الرموز. أبو أحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أبو سلطان، ومسي على الإخوان اللي عندك في الميلس وعلى المشاهدين. الجريء كان جريء هذا الموسم بالمشتريات وشوية يعني داخل بقوة في التجهيز والتحضير والتركيز بعد، وركز على نقطة التركيز لأنه ما شاء الله أبو أحمد أنت كل سنة لك محاولات لكن كنت يعني ما توفق، وهذا حال الركض، لكن حتى كان عندك تغيير للمضمر في أكثر من مرة صحيح؟ شوف بو سلطان، يعني في البداية شوف بالنسبة للمشترى والتجديد أمر مطلوب بالنسبة في العزبة، يعني تجديد لا بد منه. إذا أنت تبغي تكون لك حضور وتسجيل في نقاط أو مشاركة فعالة في المهرجانات والمراكيض، نعم الدعم والتجديد في العزبة لا بد منه. أما بالنسبة للتوفيق هذا طعمك بيد رب العالمين. صحيح صحيح. أنت تشتري لكن مرات ما تتوفق المطية، يعني ضلع ولا مرض، ولا بعض الأحيان أنت ما تحسن الاختيار، أنت تغبط مطية تشوفها تشتريها تقول أني أبغي منها زود وايد وما تحصل زيادة، تكون هذه كلها اللي فيها يعني. نعم. لكن الحمد لله بشرك يعني الوضع جيد الحمد لله، والمشاركات الحين المهرجانات توها باديه صحيح فيها خير يعني. نعم، عندنا ثلاث مراكيض رئيسية من ضمنها هذا المهرجان الطيب طوع، تترشح بكرة مع أول الأشواط، كلمني عن طوع. طوع الله يسلمك، هذه بكرة شارينها من تبوك. نعم. شارينها عند عيد بن نجم العطوي. نعم. وشاركنا يعني في الإمارات، وكانت لها يعني ما سبقت لكن كانت دائما تجي في المراكز الأولية. وشاركت أمس الشوط الأول في السعودية يا ترابع في الشوط اللي كسر التيم. نعم. في الشوط الأول. والبكرة تحب المسافة وتحب تلحق يعني، والبكرة شوي يمكنها يبيتنا من يمنعها من السعودية، تعرف يعني المطية في السعودية تغير تأخذ لها وقت لأن تتأقلم على الجو وهذا، فردت في يعني في الوضع اللي نحن نبغيه من الفترة الأخيرة. وقامت تعطينا يعني المؤشرات اللي يعني تأهلها أنها تشترك في الأشواط هذه. شو ظنك باكر أبو أحمد يعني خلي العاطفة شوي بالمنطق، البكرة بكرة وين تروح؟ ما سمعك بو سلطان. يعني بعيدا عن العاطفة أكيد الأمنيات أنك بكرة تأخذ الرمز الله يوفق، لكن
المنطق باكر. اي نعم المنطق باكر طوع. وين تروح بكره في الشوط؟ شوف البكره تركض يعني في الشوط, ما تصير قدام. نعم. لكن بكره في المسافه الاخيره تعطي ركض زين يعني تندفع. لكن انت ما تعرف ظروف الشوط كيف تكون. كنا وجوه من الحلال اول مره تتلاقى. نعم صحيح. وشوط الكاس تعرف وشوط يعني وشوط كاس واحد لقايه سن مفاجات ابو احمد وسن مفاجات وسن مفاجات وكاس واحد مفتوح. صحيح. وشو اللي بيكون في وضع الشوط اللي يبغي يصير للكاس لازم ما يتاخر وايد يعني بكره, وكل خطوه محسوبه على اللي بيشارك في الشوط. كل خطوه فانت مطيرك تعرفها في الشوط من تركض. انت تعرف مطياتك هل هي على الهزر اللي انت سايربه فيه ولا لا, من بداية من تقطع كيلو الاول ولا الثاني تعرف انت وضع مطياتك. اها. لكن الشوط تعرف شوط اللقاية شوط واحد, والحين انت في شهر اثنين قمة ركض المطية يجيك اليوم زمة ركض على ما يقول ابو سلطان. انت شوف يمكن تشوف تيم يعني الايام هذه في مهرجان الشيخ حمدان. نعم. تواقيت يمكن ما تجيك في الختاميات لا في بضبي ولا في ختامي. كيف أفضل وقت للمطية الحين مسموتة جاهز من ناحية الجهوز ومن ناحية براد الوقت وهدوء الوقت. تعرف أنت في الصيوف ما تعرف ظروف الوقت يعني يجيك هو مرة يجيك حر مرة تعرف أنت متقلبات الجو في الصيف كيف تكون. صحيح. ما تضمن لك كيف التيم يجيك. صحيح. لكن الأيام هذه أفضل وقت للتوقيت للمطية وأداء المطية وقمة عطائها في شهر اثنين. تعول على طوع الكثير بكرة. والله كيف عندي عمل كبير إن شاء الله. وحاس من نبرة صوتك إن فيها تفاؤل كبيرة. تفاؤل موجود. كيف كان مع الشاهد؟ تيتا ما عندك ترى الأشواط وايد الله طول عمر الشوخ حطوا أشواط وايد. صحيح. آخر زيارة لك للبكرة كانت يمكن اليوم على المعشة صحيح؟ أكيد. كيف حسيت؟ انت يا راعي ركض وتعرف الحاله. والله يا ابو سلطان البكره من الحين حوالي شهر ونص. هي. وهي ما شاء الله تتحسن وتصير في 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 خيار يعني ما شاء الله. كل مره يكون ما شاء الله نشاطها ويعني وحتى وزنها خف وجهوزها كمل وادائها وسرعتها كل مركاب. طيب. تعطيني افضل. عندك مداخله بالشرقي لهذا السبب يعني. طيب. انا حطيتها في الشوط هذا زين. على اساس انها بعد تعرف اجواء شوط الرمز غير لازم المطيه تعود. طيب. على الاجواء هذه. ابو احمد اللي رشحك عنده مداخله الدكتور سعيد بالشرقي تفضل. يا مرحبا ابو محمد. مرحبا استاذ ابو حمد. الله يحييك. اتوقع يا ابو حمد انك انت دخلت طوع حتى الختاميات جايه تبى تشوف فنيت في الخمس بتكون انت راضي منها كثير. إذا ابو محمد اللي بتيبه الخمس شوط الكاس تراها عادي المكاب الجايه انها تيبه. نعم هذا الاختبار الحقيقي لطوع الحين. نعم بشوف هي مشاركتها بكره انا اول مره احطها يعني في شوط قوي. شوف وترى شوف اشواط اللي في بتكون في الوجبه وبتكون في ختام المرموم ما بتكون بنفس قوه الشوط اليوم, لان الاشواط الباقيه فيها خيارات, فيها شوط محليات وفيها شوط مهدنات وفيها شوط انتاج محليات وفيها شوط انتاج محليات ففي فرص كثيره. الشوط هذا ما فيه خيارات, المحلية والمهدنة كلها سائرة في الشوط هذا. صحيح صحيح. عرفت كيف؟ فيعني انت اذا جيت خامس ولا جيت رابع في شوط مثل هذا. طيب. فانت بتكون عندك شانس كبير انك في الريس الجاي انك تكون من ضمن. طيب. الناس اللي بتكون مرشحين بقوة للشوط. طيب انا اشكرك ابو احمد على المداخلة على التعاون. احنا اتصلنا فيك يمكن في وقت متاخر. بكره عندك ركض, كيف بتكون ليلتك اليوم؟ اتمنى لا نحن نتابعكم برامجكم بالساعه 12 ولا 1. الله يطول عمرك. كان الساعه 7 عندنا. الله يطول عمرك. ليش اول شيء شوف جهودكم تشكرون عليها كلكم بدون ذكر اسم اي شخص او مخصص شخص. نعم. طبعا انت الراس المدبر والراس الكبير ابو سلطان. نعم. ولا بقصورهم بالربع كلهم والجماعه اللي عندك انتم طال عمرك المستحوذين اعجاب الناس كلهم, وهذه والله كلمه حق اقولها لكم وانتم تستاهلون. الله يطول عمرك. نشكرك يا ابو احمد وبعد من حضيري مسلم عليك راعي مسبار.
مرحبا راعي مسبار، كيف الحال؟ مسبار الله حي مسبار يا ريال. مو مسياس لا لا قبل يعني لازم شويه علي تعرف في خاطري قلت قبل ما تسكر. ابو احمد ان شاء الله ونعلق على مسبار واخوات مسبار ان شاء الله. ان شاء الله يوفقك. انا اتفعلك ابو سعيد، اتفعلك خاصه في شوط مسبار اتفعلك انت. لا باكر هو ابو سعيد مجهز لك يواله خاصه سبق انت باكر وعزبه الناموس جايينك العزبه جايينك باكر ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. الحين انتم واحد ما يقول ان شاء الله اخذ الكاس، يقول ان شاء الله يجوني هيدا. هذا روح كاس ها زين طبعا لانه ما بتون الا حق الكاس انت. صح صح. شكرا ابو احمد، تحياتي للجميع اللي معاك ويعطيك على الاخوان كلهم الله يوصل يا ابو احمد. شكرا شكرا جزيلا لك. الحين بنسوي لاندنج يا جماعه، خلصنا الحمد لله وقدمنا اللي نقدر عليه بداية الحلقة ووصلنا للنهاية معاكم، لكن في موضوع بنفتحه إن شاء الله في الحلقات الجاية. أثناء زياراتي يا إخواني في الدورة ولا في بعض المجالس، يعني البعض يتكلم عن الغرامات وأن الأسعار كبيرة والأسعار يعني مكلفة وقد تثقل كاهل بعض الملاك، فأنا وعدكم يا أهل الهجنة راح نتطرق لهذا الموضوع بكل شفافية وراح نأخذ رأي كل الأطراف سواء اللجان والملاك، وهذا واجبنا نحن في هذا الإعلام أن نفتح المواضيع التي تخدم الركب فقط بدون أي يعني حساسية وبدون أي مشاكل. لكن إن شاء الله في الفترة الجاية راح أوعدكم راح نخصص إن شاء الله وقت للحديث عن هذا الموضوع. آخر هذه يسمونها الوسم قبل الضلع. كيف يعني الوسم قبل الضلع؟ تخاف أنا قلت تضلع تبى توسمها أنت، فهذه فكرة حلوة. ليش تضحك من حضير أنت؟ اسمه كله هو الاسم اللي سميته اياه قبل. قبل ما نختم بس اليوم غدانا كان عند عمدة الملاك الهجن الجماعة في المرموم عند سعيد بن سالم، نقول له مشكور يا ابو احمد على الدعوة الطيبة. والله اصلا نحن بروحنا دعينا عمامة عندك العزبة لانها عزبتنا. نشوف الفقرة ونختم معكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في أول زياراتنا وفقرة دعوة اللي نحن دائما نحاول أن نلف على المجالس، مجالس هل الركض وهل الهجن في المرموم، وقلنا بنبدأ في هذه العزبة الطيبة في عزبة عمدة المرموم كما أطلقنا عليه وهو العم والأخ الغالي سعيد بن سالم الينيبي، وأنا برفقة الغالي سالم بن حضيرم. حياك الله سلطان، كيف الحال؟ الله يسعدك الله بخير. الشيخ حمدان كل اللي بقوله بقصر، الشيخ حمدان بدأ بداية جيدة ولم يزال مستمر عليها، يشتري الخمس كلهن، مو محتاج لهن بس قصده أن ينفع أهلهن. وحمدان رفع مستوى الركض عن مستواه الأولي زيادة. سعيد بن سالم في القيض ولا في الشتاء عزبته دوم عامره، وتلقى الرابع كلهم عنده يتجمعون هني، من يخلصون مسراح ركابهم ويضحون تلقاهم هني، اللي يلعب ورقه واللي يسولف يطري لك سبوق ولا شيء. وعزبه سعيد منصع، نعم، اللي يجي من العين من ابو ظبي من عمان من دبي من هني كلهم هني تلقاهم بعزبه سعيد بن سالم، نعم. وبيع ومشترى فيها بيع ومشترى. ملاقات انتم ما تخوزون دوم هني؟ عنده دوم 24 ساعة حاضرين. شو رايكم في هاللمة وهذا المهرجان اللي حطه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم؟ هذا ما في كلام طال عمرك، ما في كلام. المهرجان هذا مهرجان كامل طيب يعني، والناس متلاجية فيه وكله فرحانة، كله فرحانة. انتم معاصرين الركض قبل والحين والجوايز من اول الركض وهالحين الحمد لله بعد نتابع الركض. نعم حمدان شو اضاف للركض؟ شو يعني لكم وجود الشيخ حمدان في الركض؟ اضاف شيء وايد الحمد لله، كل سنة يضيف شيء احسن عن شيء، كل شيء سنة احسن عن شيء الحمد لله ما يقصر. هذا مهرجان العالم كله تفرح أنها تشارك فيه، ومهرجان يعني مثل المهرجان هذا افتتاحية المهرجانات في الموسم هذا خص في الدولة هني. نعم. ومهرجان أكيد أنه بيكون سنوي وسنوات قدام، والتسعيرات تزيد والسيارات تزيد والجوائز الحمد لله ما عليها كلام.
والمشارك في مهرجان تحت رعاية الشيخ حمدان هذا أكبر فخر للجميع. أنت شو مشاركاتك السنة؟ والله مشاركات طيبة. نحن السنة هلا في الدار ما خزنا، والحين عاد بادين في مهرجان الشيخ حمدان بن محمد، عندنا حقائق عندنا لقايا والنصيب عند رب العالمين. ركض زين بعد شيء السنة؟ السنة لا، لكن ويهر الله حي إن شاء الله نصيب عندنا. والله شبابنا من استوى وثرنا في الدنيا. لا انت متى دخلت المجال؟ انا من تخرجت من الكليه عزلت يعني روحي وسويت ركاب تقريبا من 7 سنين الى 6 سنين. ما شاء الله عارف. انت جامعي؟ انا صحيح جامعي وفي القطاع الجنائي تقريبا. ما شاء الله برافو عليك، يعني انت حاولت انك توافق بين الدراسه الاكاديميه وبين الهوايه وهذا شيء طيب. أنا أبويا سفير الإمارات في السودان حاليا. أيوة نعم. قد تغربنا ودرسنا برا في سوريا السودان فرنسا. بس أنت عشت ما خليناها. ما شاء الله نعم. يعني أنت ثقافتك ما شاء الله أوروبية عربية مكس ما شاء الله. يعني كوكتيل تقريبا. كوكتيل نعم. يا سلام. الحين من 7 سنين نبى نتخبره نحن لينيبي شيء استفاد من العزبة هذه عزبته؟ استفدت الشيء الكثير، استفدت معرفة إخوان شمع، استفدنا طول عمر كأمور مادية، بعنا ركاب بعد سنة عرفنا عالم، ناس زارونا وزرنا ناس معاني فيها معاني كثيرة فيها معاني بس كثير. في ناس يقول لك والله خسرتني العزبة، أنا يمكن أسكر العزبة. اللي بيسكر العزبة يعدل الأساس. الأساس يعني. نعم. أنت عدل الأساس سواء نوخت ولا فحلت ولا اشتريت، تعبك ما بيغيب بلاش. الله بيرزقك. الله بيرزقك. نعم الواحد ما يقدر انه يسكر الركض مرة واحدة. لينيبي انت درست عشت في فرنسا كم سنة؟ انا درست في فرنسا 4 سنين. اها 4 سنين درست لينيبي في فرنسا. اليوم بنسمع اول واحد في مجال الركض يا ابو احمد بيتكلم بالفرنسي، بيعطينا شوي فرنسي. شو رايك؟ اكلم هيثم. ها كومو سافا سافان بيا كومو تتابيل لا بلتش ترى لا تغزر واحد. السلام عليكم يا سلطان يا بلتش. مرة ثانية نشكر العم سعيد بن سالم الينيبي على هذه الدعوة. باكر وين غدانا أبو سعيد؟ باكر يمكن لف على أبو حمد سالم بن حمد بن دري في الأحياء. أنت سالم بن دري؟ نعم. جايينك باكر أبو حمد سالم. قلنا سالم ها؟ من الحين. ومثل اليوم ما قال ما قصر اليوم سعيد بن سالم، لكن قال ما خب البارحة في البرنامج أنا ما شفت البرنامج. نعم. لو أعرف كان قلت له زين يوم ما عرفت. لا زين. أنا بنعرف. غداء الغالي هذا غداء يوميا عالمي. نعم عالمي. ويتني معلومة توا قبل شوي على الهواء أن محمد بن فيصل بن شريم عنده حلال باكر في الأشواط ومودع ناس من الإمارات. ولا صافانا. ولا خبرنا. هذه معلومة مؤكدة. أنا نعم. حلالي عندي أنا. ما عندي شيء مودع. يمكن لي رشحن الغالي حلاله هو. ها محمد رشح السبوك حتى ان كانت لي ولا الغير ولي بي ما اعرف. بس كان لك مشاركه قويه في الفرماح وفي اللقايه تحديدا، حتى على مستوى التيمات كان تيمك طيب في اشواط متاخره. عندي مشاركات. نعم صح. انا المصدر موثوق 100%. انا قاعد اكلمك ما بقول معلومه على الهواء الا اذا انا متاكد منها، واللي كلمني واحد تعرفه يعني عز المعرفه، بس بقول لك اسمه بعد البرنامج. قاعد يتعلم على عندي مشاركات في الحقائق وفي اللقايا في رماح. بكره عندي نعم العصر. وفي رموز ها؟ لا شوفوا انا اقول لكم يعني بدينا شوي نطلع من ابو فيصل. عندي رقم الواتساب يا اخواني هذا للمشاركات، راح نثبت فقره الواتساب دقيقه، كل يوم بناخذ دقيقه. اللي يبغى يشارك بفيديو بمقطع بصوره هذا رقم الواتساب اللي تشوفونه امامكم، اللي عنده مقترح فكره تصوير شيء معين اللي نقدر عليه بنسوي. هذا رقم الواتساب واتساب البرنامج، وانا متاكد انه بيكون مزدحم من المداخلات والمشاركات. ويا مرحبا بكم جميع في هذا
في هذه الفقرة، وهذا رقم التواصل. جتنا الكيكة من مهداة طبعا لأبناء بنبوتة العامري، إهداء من عبد الله وسالم محمد بالدبيلة إلى سالم بالذويب العامري. هذه الكيكة اللي تشوفونها بمناسبة فوز الأبجر بالشوط الثاني، وسبحان الله واحد من أبناء بنبوتة والله نسيت اسمه طرش لي سناب قبل الشوط وهو في الموتر قبل ساعة من الشوط، قادي اليوم بتطمش بناخذ الرمز، وانا نسيت ما اهتميت، جتني وايد مسجات ومسجات بعد تسأل عن بن حضير انه شريك وياي في السناب، فما اهتميت وايد اليوم قبضنا حق بالشوط، فقلت لك انا بطرشت لك على السناب المهم سبق وخذها البندقية الغالية. نعم يقول لها الناموس. موعدنا ان شاء الله باكر يتجدد، ان شاء الله ما نسينا شيء. بعد حد عنده شيء بيقوله قبل ما نختم؟ لا نسينا شيء. يا ليت احنا الان نعيش في شيء الحكومة 2018 الابتكار. نعم. وهذه الصراحة حضورها يثري الأمور الكثيرة الإدارية والعمل كله. فنتمنى مثل بن حضيرم وانت وهذيلا تأخذون على الأقل شيء من هالأمور، أو حد منا يحضر يشوف ممكن نغير أفكارنا وطريقتنا. نبتكر يعني ها؟ شيء جدا ممتاز. شوف مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد يا في نفس. نحن يا ابو محمد نبتكر، لكن ربيعك ما يقولها بعد ما يبى صح، يبى نفتكر يفتكر بعدنا على الهواء نحن. ايه على الهواء على انا اشكر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم على حضوره اليوم، وما شاء الله حضوره اليوم 30 خابط هالفتره. انت تعرف اليوم بعد تعقيمه على كلام بالشرقي، بس اسمح لي ابو سعيد، الشيخ كان في قمه الحكومه، جانا الركض اليوم حضر ورجع مره ثانيه القمه. الله يعطيه الصحة والعافية. الله يعطيه الصحة والعافية. وحضوره اليوم ما شاء الله اشترى عند الجماعة 30 خابط من قعود وبكرة هالفترة المسائية، من غير مشترى الصبح والمشترى اللي أمس. صحيح. ليش بقولك أنا فكرت أحضرها، قالوا تذكرتها ب50,000. وين هي؟ كنت أبغي أحضر، قالوا تذكر ب50,000، فقلنا ننتظر 50,000 تذكرتها اللي بيحضر حضور القمة. هي نعم 50,000. 50,000 التذكرة الوحدة. لا هاي معلومة أنا ما مش متأكد. أنا أقول قدمت، قالوا لي 50,000 تبغي، مشان تعرف اللي جايينها شيء من العالم كله. صحيح. نخاب من العالم. نعم نعم. كانت في البداية فري ودعوات. لا تبغي تحضر تبغي تستفيد تعال ادفع. نعم. ممتاز. شكرا دكتور سعيد الشرقي، شكرا حمد بطي، شكرا سالم بن حضيرم، شكرا سهيل بطي بالغراب، شكرا أحمد العضيلي، شكرا محمد بن حضيرم. يعطيكم العافية. غدا نلتقي مع أشواط اللقاية بإذن الله لهجن الجماعة، التوفيق للجميع سواء في الأشواط الصباحية أو في الأشواط المسائية. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في برنامج أهل الهجن، بكرة نفس الموعد إن شاء الله في الساعة 9 مساء. ليلتكم سعيدة.